مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله. مساء الفل على حضراتكم، ودايما منورني ومشرفيني في بيتكم الاهلي. اهلي الليله النهارده زي ما متعودين مع حضراتكم بنغطي كل اخبار النادي الاهلي في كل مكان، وزي ما متعودين مع حضراتكم ايضا هيبقى معايا ضيف بعد ما اقول لكم الاخبار للنادي الاهلي واللي حصل في التمرين النهارده واصابه اكرامي وكل اللي حصل النهارده في التمرين. كمان هيبقى معايا كريم احمد على التليفون عشان يطمنكم على كل كبيره وصغيره حدثت في تمرينه اليوم. هيبقى معايا الكابتن هشام زكريا بعد الاخبار، النجم هشام زكريا المدير الفني السابق لفريق الجونه اللي كسب النهارده بتروجيت بهدفين مقابل هدف. ياسر ريان، احمد ياسر ريان جاب هدف النهارده ولا اروع، كنت زعلان عليه قوي هو احمد حمدي، بس يلا الحمد لله الجونه بقى نصيبها ان هي تاخد اتنين من احسن لاعيبه النادي الاهلي بصراحه. معاهم كمان نجوم كبيره جدا حسام غالي ورضا شحاته والكابتن الكبير جدا حماده صدقي، عاملين نتائج ولا اروع مع فريق الجونه. هل هشام زكريا كان محتاج صفقات وكان محتاج تدعيمات؟ ده اللي هنعرفه منه بعد ما اقول لكم الاخبار. كمان بعد ما يشرفني كابتن هشام زكريا يكون معاكم النجم الكبير خالد العوضي وحصاد الالعاب الاخرى للنادي الاهلي زي ما متعودين مع حضراتكم. اقول لكم بسرعه اخبار النادي الاهلي، هيكون معايا حالا كريم احمد عشان كمان يطمنا على التمرين. لو كريم جاهز يا جماعه ناخده كده عشان نطمن الجماهير كلها على تمرينه النهارده. اكرامي في اقاويل بتقول ان هو تعرض لاصابه شديده في السمانه، ممكن تمزق، هل تمزق بقى من الدرجه الاولى الدرجه الثانيه ايا كان شد، هيكلمنا كريم دلوقتي يقول لنا. لكن اعتقد ان الاصابه ممكن تكون يعني جامده شويه. شريف اكرامي تعرض النهارده لاصابه في عضله السمانه، عملوا النادي الاهلي اشعه، هنشوف دلوقتي هتكون الاشعه نتيجتها ايه. شريف خرج بصحبه الدكتور خالد محمود، شفناه كتير قوي دكتور خالد محمود النهارده السنه دي في مشاهد متعدده مع اللعيبه، لكن انا دايما باكد ان بقول ان هو طبيب كويس جدا جدا جدا، لكن الظروف ملخبطه مش عارفين سبب الاصابات لغايه دلوقتي ايه. لكن الحمد لله الحمد لله الاصابات قلت كتير قوي عن قبل كده. حصل مع لاسارتي تفاهم كبير قوي لموضوع الاجهاد، بدا يريح اللعيبه، بدا يقلل الجهد كمان في المباريات اللي احنا ساعات بنستغربه، بنقول هو الشوط الثاني هل اللعيبه فعلا المستوى بينزل ولا هل هو مطلوب منهم ان هم ينزلوا الريتم بتاع اللعب؟ برضه هنعرف الكلام ده كله مع هشام زكريا اللي ممكن يقول لنا تفاصيل اكتر بصفته مدير فني كان حاطط رجله منذ شهور او منذ اسابيع يعني. كمان النجم السوليه بيجري اشعه على العضله الاماميه، لعيبه كبيره جدا بنحتاجها وبعد كده بتروح مننا. عمرو السوليه لاعب الفريق الاول بيخضع الاشعه على العضله الاماميه اليوم بعد شكوى من بعض الالام خلال مشاركته في التدريبات، برضو هنطمنكم عليه من خلال كريم احمد. كريم احمد معايا على التليفون، زميل العزيز كريم اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. عايز ابدا معاك طبعا في البدايه بشريف اكرامي، بالفعل يمكن خساره كبيره في توقيت صعب جدا زي ما شريف قال. كان شريف صرح بالفعل وتاكدنا كمان عقب هذا التصريح بغياب شريف مزق في السمانه النهارده. يمكن كان خلال التقسيمه مع كابتن ميدو ما كانتش كوره مشتركه، لكن كان في سبرنت يمكن قوي شويه شريف اكرامي بيعمله، فجاه يمكن فرق شويه الجهاز واللعيبه كلهم مباشره توجهوا لشريف، كان واضح ان هي حاجه في السمانه، لكن مش متخيلين ان هي ممكن تبقى مزق بدرجه كمان الدرجه الثانيه، يقعد من 4 لـ6 اسابيع، خساره كبيره. لكن شريف اكرامي ان شاء الله باذن الله يعني كل الاصابات ومسوء التوفيق الكبير اللي بيقابل الفريق للنادي الاهلي، يمكن اصابات متلاحقه، كل اللعيبه اللي بترجع يمكن بتنزل بعض المباريات نظرا للتلاحم الكبير وبتعود ثاني الاصابات. لكن من الاشياء اللي مطمئنه الحمد لله كابتن ميدو ان بيرجع لنا كل مباراه بيرجع لنا. النهارده عايز اكلمك على المران، محاضره كالعاده ومحاضرات مكثفه بالمستر مارتن لاسارتي. خلينا يا كريم، مش عايز اقطعك انا اسف، بس خلينا ناخد الشناوي. الشناوي دلوقتي جاهز، الدنيا بالنسبه للشناوي ايه ولطفي ايه؟ لا اكد لك جاهزيه الشناوي النهارده. الكابتن طارق سليمان كان الحراس بيشارك، يمكن مصطفى شوبير، الشناوي علي لطفي، شريف اكرام. الشناوي بياكد الجاهزيه وبيعود النهارده شارك في تدريبات الكره. هي الخساره طبعا شريف اكرامي بيبقى في نقص عددي بالنسبه للحراس، ويمكن الشناوي كان في المباراه الاخيره زي ما انت شفت وطلع من المباراه بعد وجوده في التشكيل الاساسي، لكن بشكل عام بعد خروج شريف اكرامي من حسابات القائمه مباراه بتروجيت الشناوي ان شاء الله بيعلن جاهزيته نظرا لتدريبه الجيد النهارده. وسؤالنا كمان
كابتن طارق سليمان والجهاز الطبي على مدى جاهزيته الطبيه. لا بالفعل ان شاء الله غدا يكون الشناوي متواجد في التدريب تدريجيا حتى يوم الاثنين يوم مباراه الاهلي وبتروجيت على استاد بتروسبورت. التدريب بشكل عام النهارده كابتن ميدو فقرات اكثر من فقره تدريبيه لمستر مارتن لاسارتي وايضا كمان الخاندرو مخطط الاحمال. النهارده يمكن كان واضح ان في يعني تدريبات خفيفه لكن في نفس الوقت بتساعد اكيد على الحفاظ على اللياقه البدنيه نظرا للتلاحم وضغط المباريات الكبير. مستر مارتن ايضا كمان النهارده خصص اكثر من فقره بالكره 40 دقيقه او 45 دقيقه بالكره كلها يمكن عباره عن تقسيمات مصغره. النهارده عمل تقسيمه ايضا في منتصف الملعب هو دارس بشكل كبير من خلال رؤيته خلال الايام الماضيه لفريق بتروجيت. النهارده كمان يمكن فريق بتروجيت اتهزم بنتيجه 2-1 من الجونه. كمان هتبقى في المباراه دي اكيد غدا مستر مارتن هيكون له رؤيه بالفيديو مع اللاعبين لكن واضح ان هيكون في ضغط على لعيبه بتروجيت. هو راجل قاري بشكل كبير. النهارده كان في كروستات كان في شوتنج على الجون في بعض التمركزات مثل مارتن اكد عليها جلسه مع جيرالدو 5 دقائق. كمان رمضان صبحي كان في جلسه مهمه جدا معاه. الراجل بيحاول ان هو طبعا يشرح فكره التكتيكي لتطبيقه خلال المرحله القادمه وبالتحديد انطلاقا ان شاء الله من مباراه بتروجيت. المصابين كالعاده كابتن ميدو كله في التاهيل. يمكن السولية ايضا كمان النهارده اشتكى من العضله الاماميه رغم ادائه المميز والجيد في المران. ان شاء الله ايضا كمان نطمن عليه من الاشعه حسام عاشور محمد نجيب وليد سليمان عمرو جمال الكل يمكن ماشي في البرنامج الموضوع ليه. ان شاء الله كل اللعيبه تعود لنا ويكتمل قوام النادي الاهلي خلال المرحله الجايه يا كابتن ميدو. تمام يا كريم. انا عايز اسالك اول مره يعني اشوف ترويزه البنج اللي بنلعب بيها الكوره بالهيدرز دي ايه سببها؟ ايه سببها؟ هل هي من مارتن لاسارتي كان عايزها تحديدا زي احنا بنعرضها دلوقتي للساده المشاهدين؟ هل ليها هدف معين؟ هل هو جابها ولا هل هي حاجه ترفيهيه للعيبه؟ والله يا كابتن ميدو انت عارف طبعا خبرتك الكبيره وانت كنت احد النجوم اللي النادي الاهلي الضغط والتدريبات والمباريات والتلاحم الكبير ده جدا ده فكر اكيد المدير الفني والجهاز الفني بالكامل ان يكون في بعض الامور الخاصه بترفيه اللاعبين. في البدايات انت عارف اللعيبه بتكون متواجده قبل التدريب بيحاولوا ان هم يلعبوا بالكوره على دكه على الدكه طبعا متواجده مختار التتش او بعض لمسات الكوره البسيطه يمكن دي بتسهل على اللعيبه بشكل كبير بيطلعوا الحاجات اللي طبعا اللي عندهم بالنسبه للمهارات حاجات طبعا بتبقى كلها ترفيهيه للاعبين وفي نفس الوقت ايضا كمان بيبقى فيها اتقان جامد جدا للمهارات بالهيدرز ايضا كمان بالشوتنج لكن ده اعتقد بشكل كبير كابتن ميدو للتلاحم والضغط الكبير كل يوم تدريب كل 48 ساعه مباراه سفر. النادي الاهلي كمان بيحضر لمباراه فيتا مع مباراه بتروجيت يعني ربنا يكون في عون اللعيبه والجهاز وان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه باذن الله النادي الاهلي يستمر في ادائه المميز اداء ونتيجه ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق كابتن ميدو. ما جربتش الترابيزه دي يا كريم؟ لا والله لا يا كابتن ميدو لا ما جربتهاش للاسف. كريم قول لي مارتن لاسارتي في بعض المشاهد اللي بيشوفها الساده المشاهدين دلوقتي قاعد بجلسات منفرده مع اللاعبين يعني شفناه مع رمضان صبحي شفناه مع جيراودو هل كان في سبب معين؟ هل الموضوع ده هو متعود عليه؟ بالظبط يا كابتن ميدو هي تعود ويمكن ده في الخطه واسلوبه اللي بيتعامل بيه مع اللعيبه. الراجل يمكن درب سواريز نجوم كثيره جدا تحت قياده مستر مارتن لاسارتي بيجيد هو التعامل مع اللاعبين الخبره واللاعبين الشباب واللاعبين الكبار بنشوفه بشكل يمكن يعني على طول متواصل بيقعد مع اللعيبه بشكل كبير كل تدريب لازم يكون في 2-3-4 لعيبه بيقعد معاهم التحفيز المستمر الكلام على الاخطاء تصحيح الاخطاء. الراجل عنده فكر بيطبقه بنسمع في التدريبات وبنشوف في التدريبات عنده فكر كبير وعنده فكر مهم لكن برضه الظروف والجدول الدوري والمباريات والتلاحم الكبير مش مساعده ايضا كمان مع الاصابات اللي بتقابلنا يا كابتن ميدو لكن بشكل عام مع اكتمال قوه النادي الاهلي اللي ضاربها بعوده وليد ازارو ووليد سليمان واحمد فتحي يدخل كمان الفتره اللي جايه كل اللعيبه بشكل عام هيكون احسن من اللي الناس بتشوفه احسن من الجمهور بيشوفه. ان شاء الله باذن الله كمان يكون التوفيق معانا خلال المرحله اللي جايه يا كابتن ميدو وان شاء الله النادي الاهلي كعادته يكون في المركز الاول ويحافظ على بطوله لقب الدوري العام. يا رب. شكرا جدا زميل العزيز كريم احمد دايما مميز جدا في التغطيه حتى ما بتدينيش فرصه اعلق على الاخبار. شكرا جدا ليك ودايما متالق ودايما مميز. بعد الفاصل هرجع اكمل مع حضراتكم اخبار النادي الاهلي.
اهلا بحضراتكم من جديد. اتكلمنا منذ قليل مع زميل العزيز كريم احمد واتكلم عن كل تفاصيل المران النهارده، وسالته عن تفاصيل الجلسات اللي بيعقدها مارتن ناصارتي مع اللاعبين منفردين مع رمضان صبحي زي ما حضراتكم شفتوه، ومع جيراودو اكيد ليها اهداف معينه، وكريم اتكلم ان هو متعود يعمل كده. وسالناه عن كل التفاصيل، اكد غياب شريف اكرامي فتره لا تقل عن شهر، اكيد خساره كبيره جدا شريف اكرامي. لو قعدنا يا جماعه نفكر في الاصابات، اصابه مش مرتبطه باجهاد، شريف ما لعبش كتير، مش مرتبطه بارضيه ملعب، عشان الناس اللي فاهمه ان ارضيه ملعب ممكن تاثر في الاصابات العضليه، الموضوع ده صعب جدا الا لو كانت ارضيه الملعب ناشفه، وطبعا التتش ارضيته مش ناشفه، هو التتش عايز يتظبط لكن ملوش علاقه بالاصابات العضليه. ما تفهمش ايه الاصابات، ما تفهمش في ايه، شد اللعيبه عندها حمل كبير قوي عصبي عليها علشان كده هم شايلين مسؤوليه، عشان كده بيحصل لهم اصابات، ما تعرفش. المهم الحمد لله شناوي موجود وعلي لطفي موجود وفي شوبير كمان، حاجه جميله جدا ان شاء الله يبقى حارس واعد باذن الله. اطمنكم على باقي اللعيبه، عمرو جمال اسف عمرو جمال بيؤدي جلسه خلاص في الجيم، ان شاء الله يبقى جاهز في القريب العاجل. وزي ما اتكلمت مع حضراتكم واتكلمنا مع كريم ان لاسارتي كان النهارده في فقرات عرضيات وتقسيمه في مساحات صغيره، ده اللي بيشتغل عليه لاسارتي اكيد، عارفين الحلول بتاعت النادي الاهلي مطلوب، عندك حلول كتير جدا، بتقابل فرق بتعمل لك تكتلات دفاعيه، بتعمل لك بتعمل عليك ضغط من نص الملعب عندك او من نص الملعب قدام، يعني بيبقى عندك لازم يبقى عندك حلول كتير جدا، عشان كده مارتن لاسارتي بيشوف حلول من الاطراف، حلول من العمق، حلول من الكروسات، حلول من الشوتنج، حلول من التكملة، بيحرر دلوقتي احد الديفندرين الموجودين ايا كان مين هو، السولية او هشام محمد او ايا كان، بقى في واحد والتاني متحرر جدا، الاطراف بقت متحررة جدا، عندها واجبات هجومية كبيرة جدا، شفنا هاني في شكله الجديد، شفنا معلول برضو في شكله الجديد برضو اضاف له كتير جدا لاسارتي، اكيد هيبقى عنده لمسات، وان شاء الله مع الايام اللي جاية هتلاقي بصمات كبيرة جدا لهذا المدرب اللي بنتأمل أو بنأمل إن هو يكون مدرب من العيار الثقيل ويعمل إن شاء الله تاريخ كبير جدا زي المدربين السابقين أمثال مانويل جوزيه. النادي الأهلي متعود كل سنة إن هو يعمل بطولة دبلوماسية في المقام الأول والأخير، بطولة أعتقد إن هي بطولة مهمة جدا جدا جدا، بنعملها إحنا كأهلاوية، بنعملها في فرع النادي الأهلي في أكتوبر. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة المنظمة لهذه البطولة معايا على التليفون. باشمهندس خالد أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا كابتن ميدو، كل سنة حضرتك طيب ودايما بتنورنا. ربنا يخليك، وأهلا بكل الأهلاوية وكل مستمعي واللي بيشوفوا قناه الاهلي في التلفزيون. اهلا بيك يا باشمهندس، ودايما كده بنتشرف بيكوا، وصوره مشرفه كالعاده مجلس اداره النادي الاهلي في اي مكان، بصراحه صوره مشرفه وصوره كبيره جدا بتقدموها لكل جماهير النادي الاهلي، وبنعتز بحضراتكم. بص يا ميدو، لما يبقى سفاره بقدر المانيا، وعارفين طبعا المانيا النهارده تعتبر اقوى دوله في اوروبا ويمكن ثاني دوله مثلا في من الدول المتقدمة على مستوى العالم، أما تفكر أنها تعمل حدث رياضي بتفكر مين الرائد ومين الهرم الرياضي اللي في مصر عشان تشاركوا في حاجة زي دي. تمام. فالحقيقة سفارة ألمانيا أما فكرت تعمل بطولة الدبلوماسيين فكرت في النادي الأهلي، وعملنا معاها شراكة في هذا الموضوع، ودي ثالث سنة يمكن نعمل هذه البطولة أو نبقى بنساعدهم في هذه البطولة، خاصة إنها اتغير اسمها من بعد ما جينا إحنا كمجلسنا، اتغير اسمها بدل بطولة السفارات بقت بطولة الأهلي الدبلوماسية. جميل. ودي برضو تدي لك قدر وقيمة النادي الأهلي إن هو يعني يقترن اسمه بحاجة زي دي. أكيد. ودي من ضمن برنامج عائلة الأهلي اللي إحنا كنا عرضناه من ناحية المسؤولية المجتمعية اللي على النادي الأهلي تجاه البلد. أنت النهاردة عايز تحسس العالم كله أنك أنت بلد الأمن والأمان، وعايز تنشط السياحة، فما تتعمل حاجة زي دي ويبقى حدث محترم زي دي ووكالات الأنباء العالمية بتنقله، والتقارير اللي تبعتها سفارة ألمانيا عن طريق السفير لوي بقد ايه ان 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 الحدث ده حدث محترم وقد ايه الناس بتنبسط فيه. السنه اللي فاتت كان عندنا حوالي 22 سفاره، السنه دي عندنا 21 سفاره زائد الجامعه العربيه زائد وزاره الخارجيه، ويمكن ان شاء الله في المؤتمر الصحفي اللي هيبقى يوم الاحد هتقام القرعه، وهيحضر القرعه طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي،
وهيحضر طبعا سفير المانيا في القاهره، وهيحضر برضو معالي السفير عمرو الحناوي اللي هو مساعد اول وزير خارجيه للامن، وده هيكون موجود، وده برضو يدي لك يعني انطباع قد ايه ان وزاره الخارجيه والخارجيه المصريه بترعى هذا الحدث، خاصه انها هتبقى بتشارك. يمكن السنه اللي فاتت اللي كسب كانت وزاره الخارجيه المصريه بالظبط. فالحقيقه حاجه محترمه، احنا بنسعد بهذا الايفنت ده. الايفنت ده ان شاء الله هيبدا يوم 22. كان عندي لقاء مع السيد السفير واتفقنا على كل حاجه، وكان معايا طبعا دينامو البطوله دي، هو الاخ هشام مرزوق وهو مساعد الانصل في سفاره المانيا، والحقيقه راجل يعني بيساعدنا كمان كاهلاويه. خلي بالك انت النهارده، ما الاهلي بيفتح يعني للسفارات، انت برضو بتساعد الاعضاء في حاجات كتير، في الفيز، أكيد يعني أكيد. يعني الحقيقه الموضوع ده كله يعني سواء بتفيد البلد كبلد، وفي نفس الوقت بتفيد اعضاء النادي، ان هي بيبقى في علاقه كويسه قوي بيننا وبين كل السفارات، بتفيد فرق النادي، انك انت بتبقى مثلا عايز تعمل معسكرات بره. الحقيقه يعني ما فيش شك ان دي حاجه محترمه، وان شاء الله باذن الله هتبقى حدث. السنه اللي فاتت كان يعني لقى قبول ولقى يعني تقدير جدا من الخارجيه، ولقى تقدير من السفاره الالمانيه، وانا عارف ان التقارير اللي راحت بره كانت تقارير يعني ايجابيه جدا في حق النادي الاهلي، ودي مش جديده على النادي الاهلي، وربنا يقدرنا ان شاء الله ان السنه دي تبقى احسن من السنه الجايه، وتبقى حاجه مشرفه تليق باسم النادي الاهلي، وتليق طبعا بقيمه وقدر جمهوريه المانيا. والله يا باشمهندس انا قلت من فتره، قلت النادي الاهلي تعدى حدوده الداخليه والعربيه والافريقيه، واصبح ممثل لمصر دوليا وممثل بقوه كمان. عشان كده بتكلم في نفس السياق اللي حضرتك بتتكلم فيه، ان هي بطوله فعلا كبيره جدا، بطوله كمان جايه قبل بطوله كبيره قوي هتنظمها مصر، بطوله افريقيه، اكيد هتدي انطباع كبير قوي للدنيا كلها قد ايه الدنيا جميله في مصر، قد ايه احنا قادرين ننظم اي حاجه، حتى بطوله السفارات. اعتقد ان هي بطوله يعني من الاهميه ليها، ان احنا لازم نهتم بيها ولازم نشيد بيها. والله ما فيش شك ان هي واخده اهميه جدا. النهارده ما بتشارك سفاره اسبانيا، وبتشارك سفاره سويسرا، وبتشارك سفاره الكوت ديفوار، وسفاره روسيا، 21 سفاره زي ما حضرتك قلت بالظبط. فالحقيقه دي كلها سفارات كونها انها تشارك، وفي اللي يحتضنها ارض النادي الاهلي او النادي الاهلي الشيخ زايد، ما فيش شك ان ده برضو قيمه كبيره للحدث ده نفسه. وفي نفس الوقت زي ما انت قلت كده، دي يعني ترجمه لقد ايه مصر وقد ايه النادي الاهلي كجزء من مصر الحبيبه، ان هو بي يعني بيبقى زي ما تقول المرايه الحقيقيه لاي حاجه، أكيد. سواء تنظيميه او سواء سياحيه او سواء اداريه لمصر في العالم كله. اكيد يا باشمهندس، دايما راسنا مرفوعه معاكم، ودايما بتشرفونا في اي مكان حضرتك فيه. والنهارده الدكتور محمد العدل قال النهارده ان شاء الله انك انت هتبقى موجود، وعمر ربيع ياسين وشيما صابر هتبقوا موجودين عشان تغطوا الحدث ده، وتعملوا لقاءات مع السفراء، وتبقى بحاجه كويسه برضو نحتفل بيها ان شاء الله في قناه الاهلي، وتبقى اضافه كبيره للقناه بتاعتنا. احنا بنتشرف باي مكان بنكون فيه بنمثل النادي الاهلي فيها يا باشمهندس. ربنا يخليك يا ميدو، وربنا يوفقك دايما، وسلامي لكل الساده مشاهدينك الكرام، وربنا يقدرنا كده يا رب. ان شاء الله كده دايما نبقى عند حسن ظن الجميع، ويبقى دائما وابدا الاهلي فوق الجميع. كلام دايما ممثلين النادي الاهلي يا جماعه في اي مكان، انا قلت قبل كده هم سفراء للنادي الاهلي في اي مكان بيكونوا فيه. كلام محترم جدا مهندس خالد مرتجي، بشكره شكرا جزيلا، عضو مجلس النادي الاهلي وعضو مجلس اداره النادي الاهلي وعضو ورئيس اللجنه المنظمه لهذه البطوله، اللي اتكلم عليها واتكلم على اهميتها. بطوله بتضم 21 سفاره وهيئه دبلوماسيه، المانيا، وزاره الخارجيه المصريه، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، سويسرا، انجلترا، روسيا، البرازيل، الارجنتين، والولايات المتحده الامريكيه، وكندا، وكوت ديفوار، واليابان، واستراليا، وكازاخستان، الأمم المتحدة، فيتنام، جامعة الدول العربية، والهند، وماليزيا. 21 سفارة وهيئة دبلوماسية بينظمها النادي الأهلي، بطولة الأهلي الدبلوماسية اللي اتكلم عليها المهندس خالد، إن هي كانت من ضمن بنود أو من ضمن الكلام اللي اتكلم فيه كابتن محمود الخطيب قبل ما يتولى مسؤولية النادي الأهلي، رئاسة النادي الأهلي، وهي عائلة الأهلي. كلام مهم جدا وبطولة مهمة جدا. دايما النادي الأهلي رافع راسه لفوق ورافع راس مصر لفوق، ودايما خير مشرف بطولة وخير مشرف للرياضة المصرية بصفة عامة.
ودايما الاهلي فوق الجميع يا باشمهندس خالد. ارجع تاني بسرعه لاخبارنا، قلت لكم خلاص عمرو جمال، واتكلمنا عن لاسارتي واتكلمنا عن حلوله، واروح معاكم الاخبار العالميه قبل ما استقبل ضيفي الكريم. الاخبار العالميه اكيد طبعا متابعين النجم الكبير محمد صلاح، كلوب المدير الفني لليفربول قال محمد صلاح قدم مباراه خارقه وان لم يسجل. ده كان كلام كلوب. طبعا لما يكون مدرب عنده لعيبه زي ماني وعنده صلاح، عنده لعيبه بصراحه كبيره جدا، لازم اكيد هيتكلم عليهم كده ولازم هيشيد بيهم في كل مباراه. عارفين الليفربول بعد خماسيه واتفورد وان ما احرز صلاح هدف، لكن صلاح قدم مباراه خارجه زي ما يورجن كلوب المدير الفني الالماني للفريق الانجليزي قال هذا الكلام، اشاد به اشاده كبيره جدا، وقال ان صلاح دايما بيكون مميز في كل المباريات وبيكون ليه بصمه واضحه في كل المباريات. عايز اكلمكم في حاجه بسرعه جدا بعيد بقى عن الاخبار بتاعتنا. محمد صلاح كان حاطط صوره ليه على السوشيال ميديا ان هو بيضحك، يعني يا جماعه قلت لكم قبل كده واحنا امبارح هنا كان معايا كريم الشاب الجميل الاهلاوي الجميل امبارح، وبنتكلم ان احنا لازم الدنيا تمشي وبنضحك، لكن قلوبنا كلنا متاثره بالحدث، متاثره مش بالحدث امبارح بس، ده احنا من فين؟ من اول ما فقدنا واحد بس ايا كان هو في الشارع في الجيش ايا كان هو مين. بتفقد واحد مصر اكيد هتفضل متاثر بيه وتفضل فاكره وتفضل قلبك وجعك عليه، لكن الحياه بتمشي، ومش شرط ان انا بضحك ان انا يعني من جوايا بضحك. فمحمد صلاح نجم كبير جدا، محمد صلاح مش هو اللي بينزل الصور بنفسه، لو انتوا عارفين الكلام ده، مش عارف حضرتك تعرفه ولا لا، بيبقى عنده مسؤولين للصفحه بتاعته. محمد صلاح بقى في حته تانية خالص كنجم كبير جدا، كنجم بيكلمه محمد صلاح ميسي كريستيانو، فخلاص اتصنف في حته تانية، بيدير له صفحته حد، بينزل له صور بحساب بينزل له. فمحمد صلاح محدش يقدر يشكك ان هو مش عاشق للتراب مصر زي ابو تريكه زي كل اللعيبه الكبار زي النجوم الكبار. فان هو بيضحك او ما بيضحكش ده مش من اللي جواه خالص، واكيد انتوا عارفين كده. انا بس حبيت الفت نظر حضراتكم ان احنا كلنا في الشارع هنا، اي حد رياضي اي حد سياسي ايا كان بيكون قلبه متقطع على واحد بتفقده الدوله المصريه ايا كان بقى الظروف اللي بتفقده فيها ايه. فيعني رفقا بنجومنا يا جماعه، دي كانت أخباري مع حضراتكم. عشان تأخرت بقى على ضيفي الكريم الكابتن هشام زكريا، أطلع فاصل عشان أستقبل النجم هشام زكريا المدير الفني السابق لفريق الجونة، ونرجع نتواصل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين معاكم في الاهلي الليله، ونورني وشرفني كالعاده النجم الكبير الكابتن هشام زكريا المدير الفني لنادي الجونه السابق. كابتن هشام منور الدنيا. حبيبي يا كابتن ميدو، ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا معاكم. انا بصراحه يعني بستمتع جدا جدا معاك في الكلام. الله يعزك، ده من ذوق النظر بقى عن اي حاجه. الله يعزك يا رب. عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام، كله تمام الحمد لله رب العالمين. وحشتك الكوره ولا التدريب ولا لسه شويه؟ انا محتاج لسه تفصل شويه. لا الحمد لله فصلنا في كفايه، بس اولا بعزي شعبنا العظيم في حادثه امبارح اللي ألمتنا كلنا، و يعني مش عارف كابتن ميدو والله يعني مش عارف اقول لهم ايه، اقول لهم بس اقول اهلنا وحبايبنا واخواتنا البقاء لله، البقاء لله، وربنا ياجرنا في مصيبتنا مصيبه كبيره اكيد ويعوضنا فيها خير يا رب. أكيد يا رب اقول لهم البقاء لله كل اخواتنا مش عارف أهلنا. أهلنا. طبعا طبعا أهلنا. اكتر كمان يعني أهلنا. ربنا يصبرهم ويصبرنا على ان احنا نستحمل فجعه زي دي. امين. فجعه كبيره يعني. امين امين. بس الحمد لله ربنا. قبل ما حضرتك تدخل كنت بتكلم في النقطه دي تحديدا، وبقول يا جماعه احنا قلوبنا كلنا متقطعه، لكن الدنيا بتمشي ولازم نكمل ولازم نشتغل ولازم طبعا طبعا طبعا. كنت بتكلم بس انا ليا بس مش بقطع كابتن ميدو، اتفضل. لازم نقف دي يعني نقف هنحل ازاي؟ يعني في عباره قبل كده وفي قطر قبل كده راح فيه 1000 واحد اللي اتحرق قبل كده، وفي حادثه بورسعيد قبل كده، وفي دفاع الجو قبل كده، فلازم نقف ننظم اكيد. احنا ليه مش عايز اقول احنا الخاص، لان احنا والله احنا يعني ناس
بلد جميلة وشعب جميل وكل حاجة، بس ليه بنفرط في بعض في ثانية كده؟ وكل مرة بنقف عند حتة كلنا نقوم بعد المشكلة عايزين نعمل حاجة كبيرة، لا لازم نخلي بالنا ولازم لازم لازم لازم، وتلاقي بعد 3-4 أيام الدنيا هديت خلاص، ونصحى تاني على مصيبة تانية. محتاجين نقف، محتاجين. أنا معاك جدا، نذكر آية واحدة بس يا جماعة، محتاجين نتقي ربنا، محتاجين نتقي، لأن كمان الناس استفزت جدا 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 من أستاذ وائل الأبراشي امبارح في قصة إنه جاب الراجل والراجل عمال يضحك، وبعدين هو الراجل ده يعني ببساطة كده النائب العام سابه ووكيل النيابة سابه والفوت بيحققوا معاه على مصيبة، لأن امبارح أم توفت وأخ توفى وأب توفى وابني توفى، مصيبة وفجأة كبيرة. محتاجين نقف، محتاجين نقف، لازم. الحمد لله ربنا عوضنا خير، ربنا عوضنا خير. احنا لو قعدنا نتكلم هنقعد نتكلم طبعا في القصه دي، فاكيد اكيد اكيد بيقفوا كابتن هشام، واكيد كل مره، بس ان شاء الله يا رب ربنا يرزقهم التوفيق، ربنا يرزقهم التوفيق يا رب يا رب. عايز في البدايه اكلمك على الجونه تحديدا. تمام، انا قلت في الانترو بتاعي الجونه النهارده كسب بتروجيت 2-1، قلت هل هشام زكريا كان محتاج تدعيمات، كان محتاج وقفة، كان محتاج كان محتاج كان محتاج، لان هي انا مش مؤمن ان في مدرب بيجي معاه عصا سحرية، مش مؤمن بالقصة دي خالص. تمام، مؤمن ان هو بقى فيه استمرارية، واكيد مدرب بيضيف طبعا، اكيد طبعا بيضيف. طبعا لكن بيضيف ومعاه عوامل اخرى، شايف ايه التغييرة؟ ما كنتش حابب اتكلم على القصه دي. لا انا حابب اتكلم فيها، وانا انا زي ما فتحتها انا حابب اتكلم فيها، لان انت اساسا هتقول لنا الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. لا هم نفسهم عارفين الكلام ده، هم يعني هم نفسهم متهيألي عارفين، كاداره نادي الجونه عارفين الكلام ده كله. وانا هقول لو كنت صبرت، لان برضو كنت بتكلم مع الحاج فرج عامر وانا مع حضرتك هنا، فقال لي يا كابتن هشام انت ليه ما صبرتش؟ بالظبط فرق يا كابتن عن عامر، ان انا اصبر لما اكون النهارده انا عارف، وعارف كويس قوي يمكن انا وانا هنا سبورت. لا وان انا هنا عندك قلت لك الجونه هيفنش 10، فاكر قلت لك الجونه هيفنش 10 وده التارجت بتاعنا بالزبط. لان عارفين في يناير انا عندي 12 الجونه السنه دي، ربنا وفقه عمل استثمارات في يناير اكتر 12 لعيب، فرقه ثانيه فرقه ثانيه، وبعدين لعيبه تقيله فرقه ثانيه قوي. النهارده المجموعه بتاعت النادي الاهلي عامله فرق كبير قوي الولاد، وخلي بالك كل اللعيب دول انا متكلم فيهم مع نادر، وطبعا هنا ما اقدرش ابخس ابدا عشان مجهود كابتن حمد الصبي. اكيد انت ما شفتش محترم، ويمكن انا قلت لك اكتر واحد اطمنت معاه الفرقه واكتر اسم اتعرض اسامي كتير واتكلم فيها معايا نادر، وانا كنت رافضها لان عارف ان هم جايين ياكلوا عيش وشغل منظره. الوحيد اللي انا كنت متامن فيه قلت له هو كابتن حمد، ان هو عارف، وهو ما شاء الله ما شاء الله هدوءه يقدر الموضوع بسيط، هو كمان أوي. كان متابع الفرقه وكان بيتكلم عليها كويس، فهو ده اللي هيعرف يقرر. فالنهارده لما يكون النهارده انت من خلال ان انت عندك ما عندكش وقت، انك مش لاقي فرقه تحط فيها ال11، انا ما كناش بنلاقي فرقه، احنا جينا في ماتشات كنا بنحط الاحتياطي 5 او 6. الفرقه ما شاء الله ما شاء الله دلوقتي عندك البديل والبديل الجاهز ما شاء الله، عندك فرقتين بالظبط على الاقل، هطلع ال13 واحد اللي هم قدرنا نكونهم يلعبوا في اول سيزون معانا او ال14 لعيب زائد ال12 اللي جايين، انت كده عندك فرقتين وكسور تقدر بقى تختار، هيبقى في هنا منافسه. انا جيت في وقت ما بعد الاصابات اللي حصلت لي ما كانش في منافسه بين اللعيبه، لان انت مش قادر توفق الدنيا ماشيه عامله ازاي. فالنهارده بسم الله ما شاء الله، ويمكن انبساطي اكتر ان الفرقه دي من فيها اتنين من عناصر اللي صعدنا بيها من السنه اللي فاتت. جميل. ولد النهارده كان متقلي كان موقوف خالد صبحي 22 سنه، كنت جايبه من نادي القناه، كان ناشئ نادي الاسماعيلي. وشبراوي اللي ربنا يشفيه ورجعه السلامه، ده كنت جايبه من نادي درجه ثالثه، نادي اسمه نادي الشهداء. تمام، فانت بتتكلم الشهداء اسماعيلي فاثنين دعايم اساسيين، الناس ما شاء الله كان بيتحط عليهم فرقه دلوقتي يعني خالد ما شاء الله. زائد النهارده انا متهيألي شايف برضو الامكانيات الماديه تفتحت شويه، بقى في انفتاح مادي بشكل قوي جدا جدا جدا. يمكن انا في حاجات كنا لما يتكلم معايا فيها نادر اقول لا مش مشكله، ممكن نشيل هنا ونحط هنا، ممكن نقطع من دي ونحط في دي، عارف اللي هو برضو ايه، انت عارف المفروض العلاقه كانت بيني وبين نادر اوحش حاجه، خلي بالك ما انت قلت لي قبل كده الكلام ده كله. ليه؟ لان بس انت اول مره تقول لي الحته دي. لا مش قلت لك ان العلاقه، لا العلاقه حاجه جميله جدا، لكن انت بتقول الوحش ان انت تحاول
تمسك نفسك عشان ترضي او تقول مثلا مش رضا حاجه واحده. لا مش بالظبط مش رضا دي صعبه، لان هي النهارده المشروع اما عرضوا عليا نادر كان المشروع بالظبط بنعرض هنعمل 1 2 3 4 فانا مش قصه مشروع وانا هشتغل فيه لا ده مشروع بتاع واحد بتاعك بتاع اخويا يعني بالزبط. بتاعي بالزبط. وفي نفس الوقت لازم اخاف عليه قوي فهي دي كانت برضو كانت تخليك في وقت من الوقت ان انت برضو مرتجف لان انت لا مش بتشتغل بحريتك لكن هو كان مديني الشغل بحريتي بشكل كبير جدا مش عشان الناس ما تفهمش غلط ان لا انا بشتغل ولكن في حاجات تقدر تتغاضى عنها عشان خاطر لا بالظبط بعكس لما يكون حد غريب بتبقى منفتح قوي وعايز ما فيش مشكله وتقف لا انا مش هشتغل انا عايز كذا انا عايز كذا انا عايز كذا بعكس القصة دي ما هي دي المشكلة دي اللي انا بقول عليها مشكلة. فالنهاردة التغيير الحمد لله 400 احنا جمعنا قبل ما انا امشي قلنا هعمل 15 ماتش. ال 15 ماتش جمعنا منهم 16 بونت. انت لاعب في ال 15 ماتش دول 10 بره. 10 ماتشات بره. انت قلت لي هتفرق كتير جدا لما طيب. لما نلعب عندنا. والملعب مش اي حد يلعب اكيد النادي الاهلي لعب فيه بيراميدز لعب فيه. النهارده بتروجيت انا في قعدوا يقولوا كلام قصه الهوا مش عارفين يطلعوا النهارده غلط النهارده ودي ما بنحبش نقولها دايما لحد بتروجيت كان معاه الهوا الدور الشوط الاولاني ما استغلوش كان بيلعب زون ديفنس خلي بالك لما يكون العاك الهوا دي فرصه وبعدين الهوا في الجونه غير الهوا في اي حته ثانيه خالص فهو ما استغلش هو كان بيلعب زون ديفنس وفضل يلعب على كونتر اتاك لحد ما الجونه راح جايب من كره ثابته وبعد كده هو اتعادل في اخر دقيقه انا حتى انا ولادي بيتفرجوا معايا قلت له الشوط الثاني بتروجيت مش هيطلع. بتروجيت مش هيطلع. انا عارف ملعب الجونه. حافظ. طب تمام. الغرباوي والجون بتاع ال بتاع بتروجيت الشوط الثاني كان بيشوط الكره بترجع له ثاني. ترجع ثاني. ضربه المره بترجع له ثاني. ترجع في ال 18. اي باص هيتعمل شوط على الجون. قلت لهم بصوا توقع مش هيطلعوا لحد ما يجيبوا جون. هنا بقى دي ميزه ملعب الجونه. فانت النهارده لما يكون عندك كل ماتشاتك الدور وخلي بالك برضه دي من الحاجات اللي انا كنت واقف فيها لما كان نادر بيكلمني عليها يعني مثلا كان عندنا الاهلي كان عنده ماتش في افريقيا فقلت له لا طبعا لازم نوافق على التاجيل الزمالك كان عنده ماتش في افريقيا فقلت له نلعب بره عشان ما يسافروش فانا دايما في الواجب الوطني ما فيش مشكله فكل ماتشات لعبت بتروجيت بره عشان خاطر كان عندنا بتاع السينما مهرجان السينما فاذا انا فوجئت ان انا لاعب على ارضي بالظبط حوالي 4 مباريات يعني الدور الثاني كله هيبقى عندي بالظبط في ملعبي في خلي بالك برضو انا واخد عليه بغض النظر ايه انا واخد عليه واخد على لعبه وانت جاي مش عارف طبعا طيب حتى لو عارف وسامع والدنيا الله ينور عليك مش هينفع غير لما تشوف بعينيك حاجه ثانيه استثماراتك ما شاء الله 12 لعيب انت كان الفرقه الوحيده القايمه فيها كان فاضل فيها 9 فاضي فالحمد لله رب العالمين الحمد لله ربنا وفقهم قدروا يشتغلوا جابوا صفقات محترمه جدا اقا ده خلي بالك متكلم فيه مع نادر من الصفاقسي اللي في نص الملعب ده لعيب عظيم لعيب عظيم يعني من الناس اللي بتعمل 6 بامتياز بامتياز طبعا دلوقتي هو اكرم طفيق بيلعب جنبه ودلوقتي حتى جاتوش اللي كان نجم الفرقه دلوقتي بقى شوف عندك جاتوش اللي هو اساسي كابتن منتخب اسيا هو البديل فبص انت بتتكلم في ما شاء الله بديله البديل الجاهز والحاجة فطبعا ربنا يوفقهم ويكرمهم عاملين شغل كويس جدا واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله طبعا بس. وحمدي كمان وياسر ريان احمد ياسر ريان وحمدي اللي انا بعتبره احمد حمدي كنت دايما اقول يا جماعه ده من احسن اللعيبه اللي جت مصر دي حقيقه ونظري الشخصيه وخلي بالك فارق كتير جدا هو احمد ياسر قوي اكرم توفيق في نص الملعب كمان محمد الجزار محمد الجزار ادى تقل طبعا لتفنسي نادي الجونه وخلي بالك والله مش يعني يسال نادر انا اتكلم معاه في الناس دي كلها يعني الناس انا عايز فلان وفلان هو يمكن دايما كان بيقول لي على احمد ياسر الوحيد اللي ما كنتش متابعه اللي ما كنتش اعرف قصته ايه احمد ياسر قال لي في فرود قال لي من النوعيه اللي انت بتحبها موت قال لي ما بيبطلش مجتهد لاقصى درجه وشرس وهو عارف ان انا رقم واحد عندي احب اللعيب الشرس قال راجل. لي هو عايز راجل. هتموت فيه قلت له خلاص وانا واثق في عينك لكن احمد حمدي متكلمين فيه محمد جزار من اول دقيقه قلت له محتاج جزار سيرت باك شرس قوي كورته كويسه فربنا يا رب يوفقهم حاجه محترمه ومش عايز انسى حد ان هم برده جابوا كمان احمد الالفي من الاتحاد ده لعيب كويس مكي من حرس من سموحه فهم ما شاء الله جايبين الولد كمان اخو سيد عبد النعيم اسلام حبيبك اخو سيد اسلام لعيب فكره كويس كورته كويسه وبعدين كمان اسلام مش مجرد ان هو بيمسك كوره ما بي يعني بيقلفش يعني مش كل مره الكوره تحت رجليه اللي هو انا عايز العب شغل خماسي اعدي لا
عنده فكر بيسلم ويستلم، وربنا وفقهم على جده على الناس الموجوده كلها، حاجه ربنا وفقه وتكمله على خير ان شاء الله. انا بدي لك من الاخر، في دماغك ايه الفتره اللي جايه؟ في دماغي انا والله الـ 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 اكيد جالك عروض. والله جال عروض بس بتستنى ولا بس حسيت تهريج يعني عارف برضه ما تيجي تاني يعني مش عايز اقول لك اتصدمت بس انا اتصدمت في مش هنقول اسماء بس في ايه في الفكر في ناس منظر بس طبعا انت اول مره تعرف كده طبعا اول مره اعرف بجد والله طبعا يعني انا كنت فاكر اللي بشوفه في التلفزيون ده تهريج لكن اما تيجي تشتغل تلاقي عرف الكوره حاجه تانية طبعا. يعني في رئيس نادي قال انا عمري يا ميدو انا ماليش وكيل يعني ماليش وكيل يتكلم عني يعني انا مش قصه بس كلهم ناس محترمين فهو بيكون مثلا عايز هشام وسبحان الله انا عمري ما اشتغلت في نادي بوكيل لا الاقي رئيس النادي بيكلمني او الكلام ده كله فجالي كتير او ممتاز بيه فانا يمكن انا قاعد قلت انا رافض خالص انا اشتغل ممتاز بيه وفرقه محترمه جدا وليهم ليها كل تقدير واحترام بس قلت المرحله دي خلاص تاني فلقيت مره واحد بعت لي عن انت ما كانش انت تشرفنا قلت له انا اللي شرف ليا محترم قوي بعد ما اتكلمنا وبعد ما اتفقنا لقيته بيقول لي اصل كابتن هشام تنشن شويه سوري يعني يعني بدون ذكر اسامي يعني راح جاب واحد بيسب الدين يعني بقى اللي مش كابتن هشام تنشن راح بيسب فبص يعني هو اعتراضه ان انت تنشن اصل انت قلت له يعني ايه ما فهمتش قال لي والله كده واحد فهمت في اداره قال لي اصل حضرتك عصبي شويه قلت له هو مين فينا ما بيتعصبش ده انت بتعصب على اهل بيتك ثانيا فين العصبيه فرق بين الحماس يا ميدو ان اكون عندي حماس وانا سالتك السؤال ده المره اللي فاتت قلت لي وضحت لي بالظبط ثانيا بره حاجه والملعب حاجه تمام وبعدين انا بعتبر نفسي انا اسف لا اتفضل انا القاضي او انا اللي بحكم بين النادي وبين اللعيب ما احبش ولا ده ياخد حق ده ولا ده ده ياخد حق ده جميل فلما اجي النهارده احس ان اللعيب بيجي على حق النادي ما بيدينيش لازم اجي عليه لان انا قدام ربنا هتسال ولما اجي الاقي النادي مقصر في حق اللعيب ده لازم اقف قصاد النادي عشان خاطر انا هتسال جميل فما ينفعش اللعيب في الاخر التوازن ده بيعمل نجاح فما ينفعش كمان تيجي على حد ضد حد فما ينفعش النهارده اللعيب يكون واخد 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 وفي الاخر النهارده ما يدينيش فاذا كان اللعيب النهارده احنا بره نهزر ونضحك ونعمل كل حاجه لكن تيجي في الملعب لا ده محراب بالظبط لازم كلنا بنشتغل ونشتغل بجد ونشتغل بعرق وبتعب وزي ما قلت تنفذ الناس بقى فكرها حاجه تانية دي حاجه تانية خالص براحتك اعمل اللي انت عايزه خد خد اللي يملى عليه عينك خد اللي يطبطب ما انا الطبطبه دي بره الطبطبه يكون في عندك مشكله نفسيه مشكله جميل قوي. عندك في البيت مشكله جميل مش عارف ايه محتاج حاجه لازم اقف جنبك لكن تيجي النهارده تقول لي النهارده لا اطبطب عليك وانا في الملعب وانت ما بتاديش وبتاخد راتب عالي وبتاخد بكيف قدامني انا هتسيء قدام ربنا بالظبط تيجي بعد كده تلاقي اللي انت بتدافع عنه ده ما دي بقى اللي زعل مني تيجي ان انت بتدافع عنه ده حق النادي تلاقي النادي بيدور ان النهارده انا اسف الا من رحم رب الرؤساء انت بتقول دلوقتي فاجئتني تقول لي لا ده طب طبيعي ان هم ضعاف اهم حاجه يلاقي لعيب بيكلمه او لعيب بيقول هو المهم الولاء يا جماعه الولاء مش لهشام ولا لميدو ولا رئيس النادي الولاء للكيان بالظبط للمكان كل ولاءك للمكان انا همشي وغيري هيمشي وده هيمشي وده هيمشي خلي ولاءك حبك ادي مهما كان انا بكره ميدو بكرهه بس كيان عندي هديله كل حاجه بالظبط هو ده اللي احنا عايزين نوصله ده النجاح فتلاقي حاجات كتير دخلت في الكوره عفرطه طب هقول لك على حاجه برضو واحد برضو ظريف من والله يعني ظريف يعني هو لقيت اسمك محطوط في الحته الفلانيه في نادي معين في نادي وعايزين الكابتن هشام قلت لهم والله شرف نقعد ونشوف المشروع وضعه ايه قال لك لا عاملين مشروع كويس ولقيته بيتكلم عاملين مشروع كويس ف بعد كده لقيت نتكلم قلت انا والله انا محتاج واحد اثنين ثلاثه بس مش عايز اكتر من كده اوضه وقفلوا عليا انا واللعيبه دي عشان في مشاكل كتير اوضه ونبدا نشتغل ونحل مشاكلنا بس هنا مفيش مشكله تخرج بره جميل هو ده جميل اللي انا عايزه جميل قوي ولا اتكلمت في ماديات ولا اتكلمت في فلوس ولا اتكلمت في اي حاجه خالص جميل قوي قلت له انا عايز اوضه لقيت بعدها بيوم بيكلمني قال لي اصل واحد واحد يعني قبطان هو واحد قبطان صاحبي يعني قال لي كابتن انا فوجئت قلت له هو انت عرفت منين؟ عرفت منين يا عزب ان انا اسمي؟ قال لي لا ما انا عرفت ما انا عضو في النادي اصل بكلم الراجل قال لي اصل الكابتن هشام اسمه مش كبير قلت له هو هشام
والله العظيم والله العظيم انا كنت هسالك السؤال ده. انا بقول لك بالحرف ان احنا للاسف للاسف حتى لو المدرب، مع احترامي لكل الناس يا جماعه، حتى لو المدرب موقع 90 نادي لكن هو اسم كبير، هاته تاني. لا ده انا ضحكك، مجتهد ده انا ضحكك، مدرب شاطر. لا اصل هو اسمه لا 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 ده هو اللي حط الكويت بعد كده، ان هو اللي حط اسمه يعني لحد ما الصدارة هو اللي حط اسمه يعني مش برضه مش وكيل، فاهم؟ مش وكيل. تمام. طب انت حطيت اسمه بعد كده، طب انت ما هو مش اسم مش كبير، حطيت اسمه ليه؟ عارف كلام متناقض. وتلاقي بعد كده الاسم تضحك. وده مش عايز بقى اقول اللفه اللي بتحصل والكلام ده كله، في عته، في عته كروي احنا عايشينه. من الواضح ان العته يعني بقى نظام، مش عايز اقول نظام كون بس دي الحقيقه. انت جاي لك المعلومه نظام كره، خلي لا 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 انا كنت مفيش احترام للاسف، الاحترام قليل قوي 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 في الكوره. وعشان تجتهد وعشان تشتغل وعشان خاطر يبقى كلمتك يعني انا كان من يومين بس، من يومين حبيبي يعني من زمان ما شفتوش حتى شكرته يعني، اول مره انور شلوفه كان هو بيلعب ساعتها في من زمان ما شفتوش، كان هو بيلعب في الالموني وانا كنت العب في السويس، المصعدنا والكلام ده كله، فعرفت يعني فكلمته واحد صاحبي حبيبي ابني يعني اسمي حسن الشام باك ليفت بتاع طبعا بتاع المقاولين، لعيب جامد جدا، فبيسمع عليا قال لي ده لسه كان يعني كابتن انور من غير ما يعرفني ومن غير كان بيرشحك الحته الفلانيه. عارف انت بتحس باحترام لان يعني راجل ما يعرفكش ولا راجل في كلام بينك وانه يرشحك. انا صممت ان انا اكلمه اشكره يعني، قلت له لازم اشكره يعني راجل ما يعرفش، مفيش بينه وبينه علاقه ولا في بقى بيزنس ولا في الكلام ده كله، وان يعمل حركه زي كده فلازم يبقى في بيننا احترام بس. والله يا كابتن انا ما عارف اقول لك ايه، لكن هو فعلا مفيش احترافيه خالص. ما فيش احترام يا كابتن ميدو غير الاحترافيه. ما انت انا ببقى ماسك نفسي في المصطلح. لا انا قلت لك بصراحه انت قلت عاتها وانا يعني مش عايز، مفيش احترام، لكن هو احترافيه مش موجوده، ما بيدوروش على الكواليتي الحقيقي للاسف للاسف. يعني انا ببقى هتجنن. طب ما انت شايف واحد فشل في كذا مكان، يعني باماره ايه جايبه؟ يعني باماره ايه جايبه؟ وشايف واحد لا لازم ياخد فرص ومستني فرصه، لا يقول لك اصل اسمه، اصل مش عارف، عشان لا ممكن. وفي حاجه تاني، في حاجه تاني، قول لي. رئيس نادي بيكلم رئيس نادي يقول له فلان ده هو اللي يمسك العلاقه مش الشغل. طب وبغض النظر برضو انا عارف محدش ولا هيقدر يتدخل في الموت ولا الرزق، اكيد ولا الموت ولا الرزق حد يقدر يتدخل فيه. انا احب دايما الكلام بيني وبين الناس تلاقي الكلام كله انت جبنا عشان نتكلم في الكوره، تلاقي كلام متفرع، لازم نخلص ونقعد ونعمل ونسوي ومش عارف الكلام ده كله. مالكش عندي الكلام ده كله. انت ليك عندي الملعب وليا كلام في الكوره وليا كلام في المشروع اللي احنا متفقين فيه عشان نقدر نحط الحيز. يعني انا هقول لك على حاجه، انا احب الحاجات اللي فيها هارموني حلو. جميل. يعني انا عاجبني جدا الهارموني بتاع ايهاب جلال وتامر النحاس قوي، ولازم اشيد بيه بصراحه. يعني ايهاب جلال ده من الناس اللي انا على المستوى الشخصي احبه جدا، راجل محترم على خلق، يعني نفسي كمان اتعلم هدوءه وعلى المستوى العملي كمان ممتاز كمان ممتاز. يعني انا بصراحه بحب الناس اللي هي بتاعت الشغل دي بالظبط. ايهاب لما جه هو في قصه كده بينه وبين تامر، تلاقي تامر حاطط له عينه على اللعيبه اللي تحت كويسه، زي ما انت كنت في الكهرباء كده حد حط عينه ام بي عشان محمد الجزار كان في الكهرباء بالظبط. اسمه محمد ولا محمود الجزار؟ محمود انا اسف اغلط، كان في الكهرباء عين شافته ده مستقبل مصر في الحته دي الفتره اللي جايه، بيعرف يجيب له اللعيب الكويس اللي يقدر يشتغل معاه لان هو عارف دماغ ايهاب. وبيجي هنا بقى عارف التوافق، اتنين بيشتغلوا بشكل جيد، ويمكن انا مش هقول التوافق ده يعني كان بينه يعني بينه وبين نادر، يعني هو ده عارف دماغي فيها ايه طبعا. فانا بحب قوي ده. ما شاء الله مسك المصري مع انه في الاول بدا مش كويس، ما اتظبطش، فكان لسه لا وغصب عنه بقى له 4 ايام ما عرفش يحط ايده. جت انتقالات يناير وهي دي الطفره اللي نقله لعيبه ما لقيتش اسم، موجود في مصر معروف، جاب له لعيبه كويسين شالوا فرقه بشكل جيد جدا، ايهاب اشتغل معاهم وظفهم كويس، رفع المقدره بتاعتهم،
المصري رجع للطريق السليم بقيت قاعد بتتفرج مبسوط. فلما تيجي النهارده لازم تدي المشروع نهايته، مين اللي اشتغل ومين اللي مش عارف دماغ قاعد فيها ايه، زائد طبعا جهاز، زائد اداره، زائد الكلام ده كله. فدي كلها معطيات معطيات، بس في حاجات بتبقى مداريه. فهي دي عين تامر اللي من تحت، وعين ايهاب بيقول له محتاج 1 2 3، محتاج في الحته دي، فهو يقدر يجيب له من تحت 1 2 3 يقدر يشتغل بيهم بشكل جيد جدا، اذا كان من قبل او من هنا. فدي مشاريع كويسه جدا جدا يا ميدو. طبعا اكتر حاجه برضو بسطاني السنه دي في الدوري المحترفين. السنه دي عيون الناس اللي بتشتغل في المحترفين رائعه. يعني نبص الاهلي، ازارو، اجايي، طبعا بقى لهم فتره، معلول، امتياز، مش عارف مين الرابع، مش عارف، كان سليف خرج ودخل مكانه جيراودو. جيراودو حاجه محترمه. الزمالك ساسي، الولد نقاز، الولد مين تاني، بوطيب، مبسوط. المصري الولد الفرد اللي جايبينه في يناير ده حاجه محترمه، حاجه محترمه، فمبسوط. اقا جاتوش، جونه. فحاسس ان في طفره في حته العين بتاعت الناس. في فرق تانية ما تعرفش يعني، من في فرق كتير قليله يعني، في فرق بقى مش عايز بقى اذكرها. تلاقي مثلا ايه، المفروض المحترف ده جاي يلعب بالظبط، ما يقعدش على الدكه. لو هو يقعد على الدكه، لا، مصري اللي يقعد على الدكه طبعا، الموضوع منتهي. جايب محترف ليه؟ بس انا جايبه عشان خاطر الاربعه دول مكانهم في الملعب بالظبط، لان انا بتفق عمله صعبه بالظبط، بيكلفني حاجات كتير قوي في المشروع، بياخد مني فلوس كتير. فانت النهارده طبعا، انا النهارده ادور على ناشئ، الناشئ ده ياخد مكانه. في انديه كتير بقى تحس ان الموضوع بالنسبه لها الموجودين بيزنس احتياطي، ينزل اخر 5 دقايق، ينزل ما قداش، دي مصيبه سوداء. يعني من ضمن الفرق دي مثلا مش عاجبني يمكن الاسماعيلي، او في فرقه تانية ممكن انبي برضو، المحترفين بتاعها مش مين تاني، في فرقتين ثلاثه كده ما عجبنيش. يا جماعه دي تكلفه كبيره جدا جدا جدا، مصيبه. سموحه، تجيب محترف، سموحه نفس الكلام، مين تاني، الاتحاد، في فرق لا ما استفادتش. انا اجيب النهارده التكلفه دي كلها والنادي يدفع، او رئيس النادي يدفع، عشان خاطر النهارده في برضه رؤساء انديه هي اللي بتتعب، وفي الاخر النهارده قاعد على الدكه او بره السكور او مش حاسس اللي موجود مكانه. دي مشكله لازم الطرح فيها هيبقى كتير الفتره الجايه، في المناقشه فيها هيبقى كتير قوي الفتره الجايه. شايف اللعيبه يا كابتن هشام، لعيبه الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه، ما شايفهم بعيد قوي عن لعيبه الدوري الممتاز؟ شوف انا لسه بقول لك، مستوى ولا تدريب؟ يعني مستوى كواليتي ولا مستوى تدريبي؟ هتصدقني؟ هصدقك. تربيه. تربيه. اقول لك ليه؟ زمان كنا نسال امهاتنا وحضرتك يعني الوالده ووالدتي والكلام ده كله، تحب ابنك يطلع ايه؟ كانت اول كلمه على طول دكتور، مهندس، بالظبط، ضابط، طيار، ضابط في الجيش، محارب، مش عارف، كلام عظيم. دلوقتي لعيب كوره. النهارده ابتديت اسمع لعيب كوره. طب لعيب كوره ليه؟ هل حاسه في القصه دي هتربيه كويس عشان يبقى لعيب كوره؟ عشان يبقى فلوس كتير؟ لا، هو عشان قصه فلوس. الموضوع انتهى. كل الفكر دلوقتي انا مش هديك اي حاجه. انا عايز كل حاجه. ودي دايما مشاكلي مع اللعيبه، ان هو دايما بيدور ازاي ياخد. انت شخصيه محترمه يا كابتن عرفان، الله يعزك. والله العظيم الله يتكلم في حاجات فعلا. بص، ما بتكلم على الناس دي، في ناس انا اسف، بص بغض النظر، بحترم حضرتك، بيقول لك لا انت مالك بالحاجات دي. لا لا لا، ازاي؟ لا لا، هنا هتعرف انت هتطلع لعيب. اللعيب النهارده، اللعيب النهارده، لا نقولها تاني، نقولها تاني. المشكله ان اللعيب دلوقتي تربيته في المعظم عايز كل حاجه. لا لا، ما بيديش اي حاجه، لان هو من صغره هيطلع لعيب كوره عشان ياخد كل حاجه. هو بص لحاجه واحده بس، خد 5000 جنيه بيدور على حاجتين، بنطلون نازل كده لتحت، وجيل يرفع بيه شعره. اديني اجتهاد، اديني عرق، اديني، ما يعرفش اي حاجه عندي. عشان كده حتى بتيجي تقول لك في لعيب كويس، وهنا عشان كده بقول لك بشكر يعني، هنا بقى العين تامر النحاس مع ايهاب. والدليل بيجيبوا اللعيب اللي عايزه، والدليل عايزه كوره. والدليل الا طبعا في الانديه اللي انا بقول اتربوا كويس، عشان برضه هنا الناس ما نعممش. لا لا، احنا النهارده بدور على الدرجه الثانيه، اللعيبه اللي اجيبها من الدرجه الثانيه اكيد. تعال بص النهارده احسن لعيبه، تلاقي اللعيبه النهارده اللي فوق 28 هم اللي كويسين قوي. هبدا مثلا بالمقاولين، احمد علي هايل. انت بتحلل فرود ازاي؟ ما تاخدش منتخب. حسن الشامي، محمد سمير ده اقول لك مفاجاه، تعرض عليا وانا رفضته. انا النهارده مبهور بيه.
طور نفسه واشتغل على نفسه، حتى سنه البطء اللي كانت عنده تطور بشكل جدا. حسن الشامي في الباك ليفت يعني انا واثق اللي قاعد حسن الشامي الباك ليفت مثلا ولد عنده 20 او 22 سنه بس بص المجهود اللي بيعمله حسن الشامي في الجيم مثلا لو قسنا له عدد الكيلوهات اللي بيجريها مش اقل من 12 كيلو ل 13 ل 14 كيلو. احمد علي هداف رائع، عجبني قوي كمان بقى ولد صغير ده اللي فارق، بس يعني مش عارف شخصيته ايه. محمد طلعت انا بتكلم كده كلها على فرقه واحده، اجي على نجوم المستقبل تلاقي صلاح امين، تلاقي محمود فتح الله، فتح الله برده من الناس اللي انا حسام باولو الداخليه، حسام باولو يعني محمود فتح الله من برده من الناس اللي انا ايه كان ليه عليها كومنت السنه دي، عجبني جدا عجبني جدا. تفهم كده قصه الناس دي، الناس دي عارفه حاجه من الاثنين، لا عرفوا ان هم اتاخروا لازم يدوا اقصى حاجه عندهم، لان هم متربيين على الكلام ده كنت متربيين على كده، وانا متهيألي متربيين على الكلام ده كنت متربيين على كده. زي ما انا كنت شغال في بتروجيت كان اسامه محمد وعاء احسن اثنين في الفرقه، حاجه جميله قوي. انت رحت الاهلي السنه كام سنه؟ 35. طيب ايه اللي يخلي جوزيه بعظمه جوزيه مش عايز برضه اهله يعني، هو بس هو مدرب كبير يفكر في ميدو في حاجه ما شافهاش في الموجودين. فالنهارده انا بقول للولاد الصغيرين انتوا بتنتحروا، الناس دي لو لقت في حد وراها بتدبدب وراها الناس دي هتبطل، لكن هو مش لاقي حد والمدرب في نفس الوقت مش لاقي حد، فلازم غصب عنده يتشعلق فيه. فالنهارده انتوا بتهزروا؟ طب شايفها ازاي تتحل؟ يعني شايف حلها ازاي؟ بسيطة في نقطة بقى يعني ممكن نقعد. لا بسيطة جدا بسيطة جدا. بره لما لقوا في مشاكل في القصة دي بالذات كان منتخب بلجيكا. بلجيكا ده ما كانش مصنف وما كانش ليه أي دور خالص. راحوا دوروا على أعظم ناس، والكلام ده اتحصل برضه بالتالي في أسبانيا. دوروا على أعظم ناس كشغل تدريبي محترف محترم، مش كلام وكراسه وكشكول وهكس وكلام حفظ. واحنا عندنا ناس حافظه مش فاهمه، ثلاث ارباع الناس عندنا حافظه. انا من ضمن عشان برضه من ضمن الانديه واحد برضه كلمني قلت له كده باللفظ كده، قلت له انت رئيس نادي حافظ مش فاهم، فزي ما مش فاهم صعب ان اشتغل معاك. لا مش ثلاث ارباع 90%، وانا دي حاجه انت حضرتك بتعممها لي، دي جديده 90%. فلما اجي النهارده جابوا الاباطره في التدريب، الاباطره بقى اعلى مرتبات حطوهم تحت، بنى من تحت، قال لك عشان اقدر اطلع مشاريع بعد كده تقدر تأدي لي الولد ده بعد كام سنه يبقى منتخب. جميل قوي. ومتهيألي ده حصل من حوالي 20 سنه في انجلترا وطلع منه مايكل اوين. ده بقى مدرب واستاذ واب وام وخال وخاله وعم وعمه وكل حاجه بالاستاف بتاعه، بيعيد تربيه او بيربي بالاستاف بتاعه. اسف الدوله الاخيره كانت فرنسا. فرنسا في السنه اللي خدوا فيها كاس العالم وقال لك كل الناس دي مش من فرنسا، وكان هاجمهم ساعتها في حد واتبعت كان سيدان ومجموعه معاه كده كان جزر الكاريبي ومن السنغال وكوت ديفوار اللي هو خدوه من البرازيل. انا عايز اقول لك اربع امثله اهو نقدر نجيب. انت محتاج كل نادي يجيب بروفيسور كبير قوي بالاستاف بتاعه النفسي والطبي. لا مدرب الناشئين انا مع احترامي للجميع يعني بشوف في المعظم انا بزعل قوي على مدرب الناشئين اللي بيربي ولاد اللي انت عايزهم بقى يبقوا. لا هو مش بيربي، لا انا بقول المفروض ان هو انا بقى كنا صعب الدنيا انت لسه صعب على الدنيا من شويه. هو بيدور ازاي يستفاد من الولد ده بالظبط. انا كان قدامي ولد موهبه محترمه في الناشئين، الراجل ما كان الولد مش عايز اقول بقى الراجل المحترم المدرب بتاعه ما كانش بيلعبه عشان ياخد منه بره يعمل يمرنه بره عشان ياخد منه فلوس بره. برايفت. ايوه دي حاجه برايفت بره. ايوه فانت بتقول النهارده عايزين نعلى في الناشئين، في انديه عارفه كده للاسف وكلهم عارفين. كمان في مصيبه معموله دلوقتي مصيبه كبيره قوي اسمها الاكاديميات. دي كارثه. عايز تعدل اعدل من تحت. حتى المدرب الغي كمان الاكاديميات دي اللي حصل فيها مشاكل كتير جدا. النهارده بروح بنضحك على راجل النهارده بيشقى وام انا اسف مش عارف اذا كانت ام جاهله، ومش قصدي هنا بالجهل بس قصدي مش جهل التعليم ولكن جهل الفكر. عشان تجيب النهارده ام راجل موظف وام تعبانه بتشقى عشان خاطر ابنها يطلع لعيب كوره. العيب مش فيهم يا كابتن. ما انا جاي لك. العيب في الانسان المريض اللي بيقنعهم ان ابنهم هيبقى لعيب كوره. هو ده اللي انا جايبه لحضرتك عليه. انت جيت لي بص بقى كميه الكذب وكميه النفاق لما يكون ولد النهارده 120 كيلو ولد 120 كيلو ايوه عنده مرض في السمنه في هرمونات جسمه وبتقنعه ان لا انت هتجهزه مش عارف ايه الكلام ده كله وده موهبه وان هي لعبه كوره لما الاقي ولد النهارده عنده انيميا ولو لعب واتمرن وين بقى تلاقي كوارث بقى
خش بقى على كده وتلاقي كوارث طبعا من اللي بيدخل ولد تحت 12 سنه جيم طبعا قبل ما يبلغ ويدخله وبقى ايه ده في الانديه مش الاكاديميات كمان كوارث كوارث كبيره جدا. انا بقول لك كل القصه دي امسحها وحط ومن يتق الله. هل القرش اللي انت بتدخله ده حلال ام حرام؟ حاسب نفسك قبل ان تحاسب من المولى عز وجل. احنا في ثانيه ناس واحد رايح الشغل وام 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 راح تجيب لاولادها وولد جاي من الجامعه بالظبط وست محترمه كانت بتعمل خير ولسه راجعه في قطر اسوان كل دول في لحظه ملك الموت ما قالهمش ازيكم خد يا جماعه افتكروا حاجه واحده بس افتكروا ان انت اما هتقابل ربنا ودي كلمه بقولها ليا انا قوي وبقولها لاهلي وبقولها لكل اللي انا اعرفه كلها فبقالك بقى انت النهارده بتدير انت النهارده يعني مسؤول في رقبتك ناس كتير الذين ان مكناهم في الارض مش عايز اقلب الحلقه دينيه بس يعني الذين ان مكناهم في الارض ده مسؤوليه كبيره جدا. انا النهارده في بيتي انا في بيتي دول في رقبتي ولعبتي في رقبتي فلازم انصح انصحوا يا جماعه لان ملك الموت لما يجي الموضوع وبعدين في حاجه كابتن ميدو وبكررها تاني يا بهوات يا محترمين ولا حد كان يقول انك كنت رئيس نادي ولا الكلام ده كله ولا حد يقول لك انت كنت مدرب وانا مش عارف ايه ما تقبل فلوس حرام وانت ما حدش يقول الكلام ولا كنت لعيب اعظم لعيب في العالم بالزبط. ولا احسن محلل في الدنيا ولا احسن هتروح تتقال ثلاث اسئله انت لحد دلوقتي ما فكرتش فيهم دينك ايه ربك ايه رسول ما بص فيك مين ففكر كويس قبل الفلوس الحرام دي بتاكلها على اولادك او النهارده لما اروح اختاب حد ولما اعطي استوديو تحليلي واتكلم على ناس وانا النهارده اللي كنت بنقده هو النهارده اللي انا بشجعه على اني اساس وعلى اني الكلام ده كله تلاقي ان كمان النقد والتحليل ده حاجه فظيعه اكيد يعني النهارده الناس اللي كانت بتطبل لكلوب هي الناس النهارده اللي يورجن كلوب على اللي عمله في ليفربول هو النهارده الناس اللي بتنقده الناس النهارده كانت مش عارف فيها قصه حسب انت كسبت مفيش حاجه اسمها المدى البعيد خالص مفيش حاجه ماتشين مفيش حاجه اسمها دور اول دور ثاني مو سيزون لا في كلام والله انت بتجيلي على مواضيع كده انا زعلان بصراحه ان انت قاعد معايا هنا ومش ماسك فرقه كبيره جدا كمان والله العظيم بس انا بتشرف بيك طبعا لا الله يعزك كلام مميز قوي وكلام انا مش عارف بصراحه الناس يعني بينقوا او بيختاروا المدربين على اساس ايه مع احترامنا لكل الناس تعالوا نخرج ده رزق ونصيب الحمد لله تعالوا نخرج نشوف تقرير عشان الكابتن هشام بصراحه اتكلم في حاجات مهمه قوي 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 يا جماعه قوي قوي يا رب يكون ناس كتير بتسمعنا وناس فاهمه يعني ايه الكلام اللي بيقوله الكابتن هشام كلام مهم قوي وكلام فعلا فيه اخلاص كبير جدا جدا والكابتن هشام والله العظيم عشان قاعد قدامي حد فعلا مدرب فيه حاجات كتير قوي تنجح اي حد واي الله يعزك الله يعزك ده من ذوقك نطلع نشوف تقرير عن مباراه الاهلي وبتروجيت ونرجع نكمل مع النجم اللي منورني الكابتن هشام زكريا والله توقعات المباراه ان الاهلي يكسب ان شاء الله يعني بحس ان احنا حاطين خلاص اننا على الدوري وبدانا نركز اكتر عشان نتصدر بدل الزمالك تمام غير كده كمان البروجيت موقفه صعب جدا ان هو بيسرع الهبوط وكان هيبقى عنده دوافع ان هو ايه عايز يطلع عن الاربع مراكز او ثلاث مراكز الاخيره تمام هيبقى ماتش حلو بس اعتقد ان الاهلي هيكسب يعني ان شاء الله يفوز النادي الاهلي ان الاهلي خلاص فرق في الدوري وبيضغط على الزمالك فما ينفعش ان هو يخسر اي نقط ثاني خصوصا ان كمان بجيت يعني اخر الدوري وبقى له بس ماتشين بيكسب مع محمد عوده بس يعني الاهلي قادر واقوى وان شاء الله 2-0 الاهلي ان شاء الله الاهلي هيكسب والاهلي ماشي بخطه ثابته يعني وكل يوم الاهلي بيبقى من احلى لاحلى وبدا يعني خلاص يرجع للدوري فرق اربع نقط مش كتير يعني وان شاء الله ناخد الدوري ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 دلوقتي ما فيش فرقه سهله في الدوري كل الفرق صعبه حتى الفرق اللي تحت الماتشات هتبقى اصعب من الفرق اللي هي متصدره وانا شايف ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 ممكن اجايه و مين تاني ممكن جيلاردو كان الماتش هيبقى سهل ان شاء الله الاهلي يعني النتيجه تبقى مثلا 3-0 ان شاء الله طبعا في ضغط مباريات واجهاد للاعبين لكن الاهلي فوق اي حد ولاعيبته كلها رجاله في المواقف الصعبه والماتش ان شاء الله باذن الله نسجل يعني ممكن 3-0 باذن الله ان شاء الله نكسب 2-0 باذن الله يسجل اجوان حسين الشحات واجاي باذن الله نكسب 2-0 للنادي الاهلي دلوقتي بينافس على بطوله الدوري ولازم نكسب 2-0 عشان ننافس نعدي المركز الثاني مع بيراميدز
والله هي كده كده المباراه هتبقى صعبه، لان دلوقتي كل الفرق بتحاول تظهر نفسها قدام الاهلي، لان الاهلي تقريبا خلاص بقى طلع بقى بمستوى كويس ورجع للقمه زي ما احنا متعودين عليه. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هنشوف كل الانديه بتحاول تطلع كل الطاقه اللي عندها وبتحاول توصل لاعلى مستوى عندها عشان تبدا تظهر قدام الاهلي تاني، لان مفيش فريق بيظهر نفسه ومفيش فريق بيبقى اللعيبه بتاعته معروفه غير لما بيلعب مع الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، وحديث ممتع مع كابتن هشام زكريا. وتعالى ندخل في الاهلي شويه ونتكلم بقى في الاهلي فنيا. شايف الاهلي ازاي لغايه دلوقتي؟ لا شايف في بصمه لسارتي وضحت شويه ولا لسه عايز كمان؟ قول لي. طيب انت في الحلقه اللي فاتت قلت لي الاهلي طب شافه بعيد، قلت لك عمر ما يكون الاهلي بعيد. بالظبط. وكان الاهلي بعيد. بالظبط. الاهلي عنده حاجه تميزه، حاجه مش تميزه، حاجة كبيرة. عمرك ما تسمع لو في مشاكل الدنيا في النادي الاهلي مفيش حاجة تطلع برا ابدا. بالظبط. ولو طلعت بتطلع ممكن عشان خاطر لهدف معين ما اعرفش في الصوت، لكن في عارف اسرة اب وام لامين الليلة فمفيش حاجة. جميل قوي. ثانيا الروح اللي انا بشوفها عند النادي الاهلي نفسي اشوفها، يعني الفتره الاخيره نادي الزمالك انا اشدت اكتر واحد اشدت بنادي الزمالك، بس قلت لك انا خايف من حاجه واحده بس، مع اول هزه قلت لي فعلا تحصل مشكله فعلا، ومتهيألي في دلوقتي اربع هزات ورا بعض. هل الزمالك هيقدر؟ انا عاجبني قوي امير مرتضى، مفيش جروس، مفيش حاجه بالحته، الراجل ماشي اول ومساندينه، ما كانش بيحصل للزمالك كده زمان، فدي حاجه محترمه الدنيا والمو. ولكن في حاجات شوية بتحصل في الملعب لما تلاقي لعيب بيشتم لعيب او لعيب بيرد على لعيب بطريقه صعبه، لا في مشاكل ومش عارفه تتلم. وان كنت بحي تاني امير على قد ما بيقدر قافل، ولو فضل قافل هيكمله بشكل جيد. الاهلي عنده الميزه دي بين الناس. زمان كنا بس روح الفانيلا وعارف كنت بتريق والله العظيم، دي حقيقة والله العظيم كنت بتريق والله، دي حقيقة بصراحة. روح فانيلة قيمة يعني بلاش يعني بلاش نأفور قوي ومش عارف الكلام ده كله. لا أنا النهارده في الحلقة اللي فاتت قلت لك لا الأهلي جاي بعيد بقى بسبعة، بعيد بثمانية، بعيد بتسعة. افتكرت لما أنا كنت في كروم وكان الزمالك فارق عن الأهلي ب 14 بونت بالظبط، والزمالك جاي لنا في كروم كسبناه 4-2 بجوان عبد السلام والبيضة الله يمسيهم بالخير، كسبناه 4-2 كروا كانت فرقة ايه؟ الكاس واسماعيل يوسف واشرف قاسم، جيل عظيم. والاهلي راح وراح واخد الدوري كسب الزمالك في الاخر وكان احمد الكاس. فالمطالبه بتاعت الدوري هتفضل لحد الاخر زي الهبوط. قصه مهمه فكرتني يا ميدو بقصه المحترفين. عارف انا شايف اقل فرقه فيها محترفين وبيفيدوا الفرقه مين؟ بيراميدز. يعني انا شايف المصريين فيها هم المكسرين الدنيا. يعني بص الكينو انا اول واحد اشتت بيه بعد ماتشنا اللي احنا اتعدينا فيه واحد جاب جون في اخر دقيقه. بعد الماتش ده يمكن احمد علي من احسن ماتشاته، كينو ما لمس كوره والكوره دي كانت فاول وجاب جون. من الماتش السادس في الدوري كينو ما جاش. هو يظهر زي المصريين، كينو ما يلعبش في الدوري المصري، ما يلعبش في الدوري المصري، ما يلعبش ده ما صح، ما بيلعبش في الدوري المصري. الراجل ما بيبصيش باصه. الراجل ما بيبصيش باصه. كمان الولد الفيرود ده يعني مش عارف دبابه ودباح ومش عارف ايه، وسمعنا عارف اخبارك عارف اللي هو تسمع ان اسامي ان حد بيتبقى عارف، انا خفت منه قبل ما اشوفه. لقيت الراجل بسم الله ما شاء الله الميس باص اللي بيعمله كونتر اتاك على فرقه بيراميدز اكتر من حتى ما الباص اللي بيلعبه لزمايله. اه والله أنا الولد اللي جابوه من ريال مدريد قال لك من بيرو. يا جماعه فين المحترفين؟ انا شايف تروري برقبه الناس دي كلها اللي هم خدوه من مقص، اللي هو ما بيلعبش، اللي هو ما بيلعبش. ما تزعلنيش يا كابتن بقى. لا انا بزعل، انا بقول لك ايه تراوري ده طلع من تحت. لا تراوري ده لعيب جامد جدا، وبعدين جوكر يقدر يلعب 8 ويقدر يلعب 6 ويقدر يلعب 11 ويلعب 7 يعني وبكره ديفندر يهد الدنيا وبيلعب لك جوال ويعمل لك ست مراكز. يعني خمس ست مراكز سبحان الله، وقاعد لناس انت سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. يمكن انا بقول عندهم ما شاء الله، يمكن احسن حدث حاجه كمان المنتخب شفت دونجا الولد ده يستاهل كل خير دونجا، لكن برضه استغربت ان عبد الله السعيد بره. يعني دي حاجه استغربتها جدا. شفت ناس كتير برضه متاخده ما تستاهلش خالص. ناس وطبعا برضه عرفت القصه دي اللي اسمه وكلاء مع الدنيا، خد ده منتخب عشان خاطر المنتخب مش عارف ايه عشان سعره يعلى.
يعني في اسامي انا اول مره اسمع عنها دخل المنتخب، في ناس كثير احسن منها ما دخلتش. وبتتقاس على ايه؟ مش عارف انهي اساس. وليد سليمان لما كان مكسر الدنيا ما كانش في المنتخب، قال لك السن. انا جاي في الكلام، لا وليد ومش حاسس بسنه. واحمد علي ده ازاي؟ انا النهارده ليا بطوله، في حاجه اسمها انا عمري ما سمعت سن ولا درس ولا الكلام ده كله اللي عندنا. احنا بنسمع سن ودرس ده هنا بس. انا لما اكون عايز مش عايزك بطلع المبرر الجاد جدا على الترابيزه، اللي يقنع مش اللي يقنع، اللي انا عايز اقنع بيه ان انت وحش. وعايز وخلي بالك والله بدون ذكر اسامي الاهلي رئيس نادي حبيبي يعني. المقدره ازاي ان انا اكره فيك الناس والمقدره ان انا حبيب فيك الناس. لو انت قلت صباح الخير ياه ده انت لعيب كبير، ده انت مدرب عالمي، ده انت في التكتيك ما حصلتش بالظبط. ما انا النهارده كنت ده اللي بيحصل فعلا. النهارده في اول 10 ماتشات التكتيك اللي انا كنت بشتغل بيه باستثناء ماتشين ثلاثه كنت بشتغل فيهم على كونتر اتاك هو ده اللي كنت بتشيد بيه. فجاه قال لك لا هو نفس كده. كاسل الكابتن وبعدين بيتكلم في حاجه ثانيه، اصل الكابتن طاير بالطرفين وطاير كمان بالباك رايت والباك ليفت. مين المجنون اللي بيطير بالباك ليفت والباك ليفت؟ مش معنى ان اللعيب كان واقف في البوزيشن اللي غلط او غلط في التعليمات يبقى انا قايل له الكلام ده. بالظبط بالظبط بالظبط. النهارده مش ممكن النهارده في كلام كتير جدا بيتقال في الاستاد، بيتكلم في التكتيك بس أساسي. اسامي يا ميدو اسامي تخضك لما تيجي مثلا ان الراجل ده هو اللي بيتكلم في تتخض وتزعل. الكلام حاجه والتدريب حاجه، تفهم بعد كده بقى زي المنتخب كده هي ليها مشاريع بس تحت الترابيزه. ازاي النهارده اعرف اعرقل المشروع ده عشان خاطر اقدر ازق حد؟ نفس الكلام في المنتخب. ازاي النهارده اكلم المدرب لا خد ده ليه يا عم؟ عشان بعد كده لما انت بعد كده المنتخب ده مش داي مصري مع بطوله بقى، فلازم عشان خاطر تعرف تشتغل بعد كده. مواضيع كبيره جدا، مواضيع كبيره جدا. لا مش الناس مش عايزين نصدمها في كل حاجه. لازارتي ماشي بشكل جاي جدا. بدا شايف اهم حاجه في ايه اللي لفت نظرك فيه؟ لا لسه شويه اصبر شويه عليه، ولكن ان كنت هو لمم الناس. بس انا مش عايز اقول، انا سمعت كلام كتير جدا على صالح جمعه انه منضبط ومنتظم وبيشتغل باجتهاد رائع جدا. اتمنى مش عارف، انا واحد من الناس اللي يعني ايه ما بسامحش كتير، وصالح كنت رافض حتى ان عارف ان هو اذى نفسه واذى نادي الاهلي كتير. بس سمعت الفتره اللي فاتت ان هو ماشي عارف ان الله حق، عارف ان هو اصلا حق نفسه. يا رب. فاتمنى يبدا ياخد فرصه، بالذات كمان ناصر ماهر مش هيقدر يكمل، مع ان ناصر ماهر بشكل جيد، بس يقدر لما يكون عندي كابتن ميدو لعيبه اتنين، دي بتديني اريحيه كمدرب كبيره قوي، وكمان ثقه كمان وبعدين كله خايف. بالظبط. المكان مش بتاعي. المكان مش بتاعي. فاتمنى ده يحصل، ان دلوقتي الحمد لله النادي الاهلي عنده في كل مكان واحد واثنين يقدروا يتنافسوا بشكل محترم جدا يوصلوا بيه. ميزه النهارده اهلي زمالك ان عندهم الدكه كبيره قوي. عندهم دكه كبيره قوي. يقدروا كمان بدائل كويسه. فعشان كده بقول لك المشوار مكمل للاخر زي مشوار الهبوط. انا كنت عندك هنا قلت لك هتبان في الاسبوع اخر اربع اسابيع. هتبان بقى مين كمان مش اللي نزل، هتبان من خمس فرق هينزل ثلاث فرق. طالما اتكلمت عن الهبوط يعني النجوم بنسمع حاضر ماشي يا برجاوي، والله اسمع كلامك. ناخد تقرير عشان برجاوي حبيب، ناخد تقرير عن توقع الجماهير للمنتخب ونرجع نكمل مع النجم هشام زكريا. انا شايف المنتخب مصر محمد صلاح قيمه كبيره في منتخب مصر، فانا شايف ان الماتشين اللي جايين دول محمد صلاح عنده ماتشات والجدول بتاعه مضغوط وكلام من ده، فدي ماتشات وديه، وانا شايف اجيري مهتم جدا باللعيبه الصغيره السن الصغير، ودي حاجه كويسه ان هو يدي تجربه للناس الثانيه اللي موجوده حاليا في المنتخب ولسه مضافه جديده زي عمار حمدي وصلاح محسن، واللعيبه دي في لعيبه كويسه مميزه هيديهم فرصه، واكيد صلاح من ضمن التشكيله الاساسيه في المنتخب، صلاح والمحمدي وحجازي، فده يعني مش معنى ان هو مش اختاره في القايمه دي يبقى خلاص كده ان هو خلاص مش اختاره، لا هو المعسكر دوت ماتشين فعادي مفيش مشكله، ان شاء الله هيكون معانا في افريقيا وهيكون اضافه قويه
للمنتخب وان شاء الله مصر تفوز بأمم افريقيا ان شاء الله. المشكله كلها ان احنا اعتمدنا بس على محمد صلاح، يعني هو محمد صلاح لو لا قدر الله اتصاب او لاي ظرف اصلا ما كانش محمد صلاح، ما احنا لازم ان يبقى فيه بديل ليه، بديل واحد واثنين وثلاثه. فالمشكله كلها ان احنا بنعتمد بس على محمد صلاح، بس هو يعني عادي مش المنتخب مش هيقع يعني من غير لعيب واحد. محمد صلاح نجم كبير وراجل عالمي، بس في غير محمد صلاح وغير بديل محمد صلاح في السوليه في كذا لاعب مكان محمد صلاح. المنتخب ما بيقفش على لاعب، ما بيقفش على محمد صلاح، ما بيقفش على السوليه، ما بيقفش على اي لاعب. المنتخب منتخب في اي ممكن يريح لو راجل بيلعب طبعا اوروبيا حلو قوي وراجل لعيب قوي، بس فرصه ان هو يريح. بس هو المنتخب مصر ما بيقفش على لاعب. يعني اعتقد ان محمد صلاح لاعب مؤثر جدا جدا في منتخب مصر، ومنتخب مصر يعني مع احترامي الكامل للاعبين الموجودين بدون محمد صلاح لا شيء. محمد صلاح قوه اساسيه للبطوله الافريقيه، بس هم طبعا مباراه النيجر والنيجيريا بيجيبوا لعيبه يعني عشان خبره يعني يجربوهم. بس محمد صلاح يعني لاعب كبير جدا وذو اهميه لمنتخب مصر، ومنتخب مصر بيبقى ليه شكل تاني بوجود محمد صلاح. لكن طبعا محمد صلاح الفتره اللي فاتت كان ليه دور كبير جدا مع ليفربول، عمل مباريات كبيره جدا ومباريات هامه وضغط بدني وضغط عصبي عليه، فبالتالي يعني اعتقد ان هو المدرب منتخب شايف ان هو محتاج راحه شويه لمحمد صلاح، بحيث ان هو الفتره اللي بعد المباريات التجريبيه دي يؤدي فيها بشكل احسن. هي حاجه كويسه ان هم يدي فرصه للعيبه الجداد اللي جايين في المنتخب، لان هو لازم يبقى عندنا مش عندنا محمد صلاح بس، احنا بنلعب ب 11 لاعب مش محمد صلاح بس، لازم يبقى عندنا لعيبه كتيره، وبحيث ان غياب محمد صلاح هيدي فرصه للشباب الجديده اللي طالعه اللي هي الشباب اللي عندها مهاره كويسه واللي عندها قدره ان هي تعرف تلعب، فده بيديهم فرصه وبيديهم ان احنا نشوف ادائهم كويس مع المنتخب عامل ازاي. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم لسه مع النجم هشام زكريا. كابتن هشام، كنا بنتكلم على لاسارتي، وكنت بتقول ان هو لسه عايز انت تشوفه عشان ممكن تقول رايك فيه، يعني وصل لغايه فين. قلت لك اهم حاجه شفتها فيه ان هو لامم اللعيبه كويس. لا وكمان يعني انا بحب دايما اقعد 3 4 شهور اشوف الفكر. اوكي، ما بحبش اللي هو اخو من بدري، لان هو برضه يعني تهاجم مش عارف حصل دروب في ماتش او ماتشين ورا بعض فتهاجم. فانا بقول للناس تصبر لحد ما تشوف هو لسه لحد النهارده بيلم وبيحط ايديه على اوراقه، لان انا يعني متخيل ان لسه كل معطيات اللعيبه اللي عنده ما عرفش امكانياتها ايه كويس، لان هو جه على يناير في لعيبه جديده داخله، في لعيبه قديمه عايزه تثبت وجودها، في لعيبه بتدفع فيها مبالغ كويسه عايزين. ودي من النقط اللي بقولها حسين الشحات، هو مضغوط يا عيني، بقول له ما تفكرش تدفع فيه كام، فكر انت تدي ايه. طول ما انت بتفكر انا دافع فيها مبلغ كبير ولازم شايل هم ولازم مش عارف ايه، انسى الموضوع ده هيخلص عليك. والكلام ده كان كان متهيألي كان يورجن كلوب قالوا نيلسون جون بتاع لما دفع فيه مبلغ جامد جدا اي سي روما، قال له ما تفكرش حاجه خالص، فكر ان انت احسن تكون في العالم بس، كل كره ترجع لك انا مش عارف تطفش كوره زي ما انت شغال، ما تفكرش ان انت اغلى جون، ما تفكرش ان الحاجات دي يا ميدو بتهلك كتير قوي الجهاز العصبي. فحسين ما تفكرش في حاجه، اكنك بتلعب انت النهارده في نادي كبير نادي محترم، فكر في حاجه واحده بس ان انا لعيب كويس وادي. طبعا مجرد الراجل حط ايديه على الاوراق اللي يقدر يشتغل بيها ويقدر ويقدر يحط يجيب التشكيل الاساسي بالنسبه له والناس اللي قاعده على الدكه، ويبقى في منافسه شريفه، وبالتالي دي ما بتروحش ابدا من النادي الاهلي العدل. اميز ميزه لاي مدرب العدل. في ناس كانت بتزعل مني جدا جدا لعيبه، وده ما كنت اقول لهم سامحوني، يعني انا مش قصدي، انا نفسي العب 24 بس انا في اخر السكور وطالب مني 11 وطالب مني 7 دكه، لكن الجدعانه بتاعتك لما ربنا يوفقك وتيجي الفرصه تكسر الدنيا. بالظبط، وساعتها انا اسمح لك تقول انا غلطان. بالظبط، لكن انا بقول لك انت مش لعيب وحش بس اللي موجود في الوقت ده أحسن. هو اللي بينفذ. حتى لما تيجي النهارده صعدنا من دوري ممتاز، في اوقات
انت غصب عنك في لعبة زعلت مني انها مشت. اقول له انت تعبت معايا بس الفتره اللي جايه دوري ممتاز حاجه ثانيه حاجه ثانيه. فبص اللي في مكانك مين وانا اقدر اجيبه ايه. المنافسه في الدوري الممتاز اشرس, فلازم يكون النهارده عند هنا. انا برضو ده حق نادي عليا, فانا مش هقدر اجامل اللعيبه. فبيفتكر كابتن هشام مشان عشان ما بيحبنيش, كابتن هشام مشان عشان خاطر مش عارف. وخلي بالك دي بلعب نفس الكلام بيحبني, مفيش حد بيقول بلعب عشان هو كويس بالظبط, عشان هو محترف, عشان هو بيجتهد, عشان هو بينفذ بالزبط. عشان هو بينفذ, لا الكلمه دي ما بتتقالش. انا لو قعدت واحد عشان ما يحبوش يبقى انا مدرب غبي. انا اسف يعني في التعليم, ما انا في الاخر انا الخسران بالظبط. في الاخر انت افهم انا مش ممكن ابدا. وكان النهارده ده بيؤدي لي حاجه معينه في التكتيك بتاعي وبينفذها بشكل جيد. وعمري ما اقول عليك انت لعيب وحش, بالعكس لو قلت عليك وحش يبقى انا اللي وحش, لان انا اللي مختارك. انا بقول عليك دايما انت لعيب كويس وهتيجي الفرصه, لان في الاخر ده هيتصاب, في الاخر ده هيتوقف, انت لا تلعب. فتلاقي لعيب النهارده عشان خاطر شايل برده في دماغه حاجات تانية, اول ما تيجي الفرصه تلاقي حد تاني خالص. بالظبط بالظبط. ودي حصلت معايا في ماتش الكاس لما الصف الثاني بتاعي كله وقطع ناشئين طلعت, قلت لهم انا هلعب ماتش الكاس. حتى الناس اعترضت, قلت لهم لا ده حقهم عليا. قالوا لي انت هتحط رقبتك على ايدك؟ قلت لهم لا ما حطش رقبتك. انا النهارده انا الماتش ده حتى لو هخسره بس انا عايز اعرف انا معايا دكه ولا معيش دكه. ان هو ده الماتش, ان الماتشات كلها اربع ايام, ما انت لو تقف شهر لا تلعب اربع ايام. فكان لازم العب الماتش. فلما دخلت قالوا لي بضحك, قلت له بضحك انا مش الماتش, الماتش عارف كاس ايه, وهدي دجا لعب الماتش اللي بعده خسر وخلاص انا مش هاخد الكاس, لكن يهمني في الدوري. ويمكن من ساعتها يمكن من ساعتها متمسك قوي تكيس بالطريقه اللي بيلعب بيها. يعني شايف تكيس لغايه دلوقتي ازاي؟ مش عقبالها كده عشان عايز اسالك اسئله كتير والوقت بتاعنا بدا يخلص. لا بيلعب بحاجه يعني هو مقتنع بيها, هو ما اقدرش اتدخل في الشغل. بس بقول له انا بخبرتي في الدوري المصري لا بقيت خلاص لازم تلعب لعبه تجاري شويه, اللي برضو اسم دجله مش صغير. انا زعلني قوي التصريح ليه يا كابتن, مع ان انا من الناس اللي بتايده او ايدته كتير قوي. زعلني قوي تصريح ليه ان هو يقوله في التلفزيون بعد الماتش اللي فات كسب. فبيساله احد الزملاء المراسلين بيقول له مبروك واللعيبه عملت اللي انت طالبه منهم, فهو كان زعلان قال له لا اللعيبه ما عملتش اي حاجه من اللي انا طالبه المره دي. وانا زعلان على الاداء. احنا بس ما ينفعش تقول كده. انا عن نفسي يعني ما ينفعش تقول كده. اللعيبه كسبت ثلاث نقاط اساسا. وكابتن ايمن يونس بعجبني قوي بصراحه في كلامه, قال حاجه قال له الهزايم بتعمل ضغط عمرك في حياتك ما تعرف تشيله من على اللعيبه. ودي حقيقه فعلا, كتر الهزايم ما تخليه لعيب يموت منك خلاص. عارف يا ميدو انا عجبني قوي محمد ابو نصر في الماتش ده. كان بيشتت الكوره. برافو عليك انت كده هايل. في وقت من الاوقات ما الفش, في وقت ضغطين بثلاثه اصل انا هنزل. لو عملت باص غلط انا هنزل يا كابتن خلاص. اتخطفت يعني هتخش جون. لا محمد ابو نصر بيحط في الاوت. مش عيب الضغط, لكن لو الناس عبد العاطي بيستلم باك رايت فاتح باك ليفت فاتح في عندي اريحيه اني العب الولد معاه بص بيرا بالظبط. عجبني جدا ثلاث اربع كور راح تك 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 مش عايز اذى لان هو ده اللي انا ماتش الدوري احنا كسبانين له كده بتاع 3-1 ثلاث كور مخطوفين مضغوطين تك تك جون. فالنهارده الملاعب كمان الملاعب بقت مش هي الملاعب اللي تقدر تشتغل بيها بشكل جيد. وثانيا انا اسف اللعيبه محترمين وجمال بس برضه لا دول مهما كانوا ولاد صغيرين. ومش هجرب في الماتشات يا كابتن, مش هجرب في الماتشات في الدوري. وبعدين يا كابتن في عز ما انا لا انت حاجه ثانيه انت الاخير. الماتش تكسب الكلام ده كله. انا بص هو الماتش اللي هو زعلان منه ده طلعه اربع مراكز او ثلاث مراكز. ثلاث مراكز اتمنى لهم يا رب التوفيق, ولكن ممكن يكون خانوا التعبير, ممكن يكون خانوا التعبير. لكن هو دايما التواضع عند المكسب ده حاجه محترمه يعني. ممكن هو برده خلي بالك برده حته المترجم ممكن تكون حاجه تانية. لا مش قصدي بيتكلم انجلش وانا بيتكلم انجليزي. فاتمنى له التوفيق طبعا. دجله منظومه كرويه كبيره جدا طبعا طبعا طبعا, حاله احترافيه حلوه قوي. مش عايزهم كل سنه يعني عارف يعانوا, لكن ماشي. شايف النجوم عمالين يشيل بالنجوم وفي المركز ال 21 في المركز ال 18 عندهم 21 نقطه. امبي انت متخيل امبي؟ لا امبي المركز ال 17 21 نقطه. ايه هيروحوا فين؟ امبي مش برضو اقول حاجه من الناس اللي عندها شاف محترفينها ما لهمش اي قيمه. يعني مشي ناس وجي ناس مش شايفهم اللي هم
فارقين مع فرقه. شايف الناس اللي موجوده المصريين الموجودين هم اللي بيحاربوا عشان خاطر انبي. طبعا مش مكانته خالص. انبي ده فرقه كبيره واخده كاس مصر ولعبت افريقيا كتير و بتالي صح لعبت افريقيا ومتالي مرتين كمان افريقيا مرتين ثالث رابع دوري كذا سين كنت انتوا جيم ما شاء الله مع الله يرحمه كابتن طاهر بس الله يرحمه منظومه كبيره قوي كابتن عبد الناصر محمد كابتن عادل كابتن امام محمدين من مثلث الرعب يعني بتاع انبي طلع احسن لعيبه في مصر. لا انبي مش مكانته خالص. هل هي ازمه ثقه؟ هل في متالي ما نقدرش نقول على انبي مثلا في مشاكل ماديه عندهم او في مشاكل معسكرات او مشاكل ماديه او موارد نفسيه لان متالي لبن عصفور مطالب مجلس اداره في غايه الاحترام من يوم ما طيب عين على انبي اكيد وانت كان عشان قريب منهم اكيد تعرف عنهم كل حاجه فناس نسمع عنهم كل خير. طبعا مش هو ده اللي لقب انبي. انبي الاربع مراكز الاولين وتحت كده يتحاسب. النجوم لسه فرقه جديده فما اقدرش اقول الوضع لان هو كمان استقطاباته او استثماراته اللي انا كنت بشيد فيهم اللي هو فتح الله وصلاح امين وفي حد تاني شرويده من الناس اللي برضو عامل موسم كويس ولاد صغيرين كلهم 20 سنه و19 سنه هم عايزين يشتغلوا على كده ولكن مثال الامور بالنسبه لنا هتبقى صعبه جدا وان كنت كل دول ماتش واحد يبوظ الدنيا يعني ماتش واحد بوترجيت خد ماتشين ورا بعض 25 بقى حته ثانيه بقى في حته ثانيه بس 25 نقطه فرق بينهم الاخير اربع نقاط كل اللي بيكسب ماتش عندك من المركز المركز اللي بعد السادس كله هبوط اللي هيجيب السنه دي عشان يقعد لازم يجيب 40 بونت 29 نقطه الجونه فرق بينها وبين الاخير 7 نقاط 8 نقاط انا بقول لك لازم تجيب 40 بونت السنه دي عشان تستفادك الثلاث فرق اللي كمان 31 وادي دجله قعد مش عارف 34 35 يعني او حاجه في الرينج ده اللي هيقعد السنه دي لازم 40 بطل لانه كله بيكسب بتقعد ماتشين وبعد كده بتكسب مفيش فرقه بتقعد دجله كان تحت كسب ماتش ركب المستقبل كان تحت كسب ماتشين ركب طب بعينك بعينك يا كابتن شايف مين اللي هيعاني شويه او هيعاني قوي اللي هيعاني المستقبل هيعاني بتروجيت هيعاني دجله هيعاني الداخليه هيعاني انبي هتعاني والله مش عارف اقولها يعني تصدقني ما عنديش اللحظه او اللي يجي في دماغي ان المنظومه دي ممكن تبقى لا مش في انبي بتروجيت فبص لا افكر كتير لا افكر كتير يعني افكر كتير مش بتتكلم في سموحه بتتكلم في اتحاد بتتكلم في دجله مؤسسات الاتحاد متهيألي برضه هيبقى صعب عنده قاعده جماهيريه تقيله بتسنده بقوه مع رئيس النادي السنه دي موفرهم كل حاجه الحاج محمد السعيد طول عمره بصراحه من اجمل الحاجات بصراحه يعني فاتمنى لهم كل التوفيق لكن كله هيعاني لو طلب منك انت تمسك فرقه من الفرقه دي هتبص لمجالس ادارات ولا هتروح على طول من هنا تبص لحاجه ولا لو قال لك لو حتى انت متحفظ على مجلس اداره معين او على حد بعينه انا لو قال لك اوكي الدنيا تمام زي ما انت عايز تروح لا انا عايز لا انا بدور بص يا كابتن ميدو انا ما رحت الجونه ما رحتش فلوس لا 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 مش احترام بتكلم على دماغ هتتعامل مع دماغ احترام بس احترام انا بقول لحضرتك لما انا عايز حاجه واحده بس اوضه لبس انا ولاعيبتي ونفكر ازاي نوصل للهدف اللي احنا عايزينه مش عايزين بقى رغي كتير الرغي كتير يا كابتن بيقلل الشغل ده بيهد فحته بقى ان كله بقى وبعدين لازم كله بقى يبدا يفكر انا البوزيشن بتاعي ايه مفيش بكر اكتر حاجه بكرهها في حياتي تدخل لما الأدوار. كل واحد يتكلم تدخل يقول لك اصل انا بفهم اصل انا عين اصل انت بتقرا اصل انت مدرب كويس بس ما بتعرفش تعمل كذا بط المثل الانجليزي لما اقعد اهدك اصل انت مش عارف ايه اصل انت اختياراتك بس كانت مش عارف ايه اصل الماتش ده انت لعبت انا في ماتش لعبت زون واتغلبت قال لك الكابتن كان بيلعب فرودين كنت بلعب زون قال لك كابتن الضغط هو تبدا والله العظيم ما بهزر الكلام ده حصل انت معاك جهاز ثابت يا كابتن انا في جهاز بيشتغل معايا على طول انت بتفضل انت من المدربين اللي بيحبوا الجهاز الثابت لا هم تعبوا معايا يعني ناس تعبت معايا يعني شيء معايا من تحت بيفيدوك طبعا طبعا ولو ما فيدهمش وما فكرش فيهم تماما يعني انا اصل في ناس يقول لك اصل انا بحبه وتعب معايا بس لا, لا 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 الحب حاجه والشغل حاجه اوكي تضرني ما تنفعنيش تمام ما هو ده زي اللعيب جميل قوي وبص اقول لك على حاجه
انا مع يعني معروف عني يعني في الشغل ما عنديش قلب. هو طبيعي ما عنديش، وفي مثل كده بسيط او مثلين بمشي بيهم، اللي يصعب عليك فقرك، وحاجه تانية المهمل بيت المهمل يخرب. ده بابا يعني ماما كانت دايما تقوله لي، بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم. اقول لها ازاي ده ظالم ده يعني؟ قالت له ظالم هيحسبه مع ربنا. لكن ان انت مهمل دايما سايب دفوه تحت ايدك بالظبط. فانا احب احط مكانه في كل حاجه. بس انت نورتني وشرفتني يا كابتن. انا اللي كنت مبسوط جدا والله العظيم، بستمتع بيك. لا يا والله ان شاء الله ربنا هيدي لك. الله اسمع بس مني. الحمد لله الله يخليك. انا بس لما ربنا بقى يدي لك كده ويعني والدنيا تكسر الدنيا اول متهيألي في الجونه في وادي دجله عمري ما قصرت يعني، انت عارفني يعني عمري ما كان يا كابتن. ان شاء الله ده الشرف ليا وربنا يوفقكم دايما ونجاح نجاح يا كابتن. انت كل خير يا كابتن، وانا ببقى سعيد ان انا قاعد في وسطكم يعني. ده انا اللي سعيد بيك جدا. الواحد بيتشرف قاعد جنب منظومه محترمه كلها ايجابيه جدا ومؤثره جدا، واللي يفهم تاني يوم المفروض ان انت بكره تكون ماسك في نادي كبير. لا انا والله العظيم وربنا يكرمك. كله بتاع ربنا، كله بتاع ربنا. نورت وشرفت حبيبي. حبيبي يا كابتن كتر خيرك وانا متشكر. متشكر شكرا جدا. شكرا جدا. دي كانت فكرتنا مع النجم الجميل كابتن هشام زكريا. ان شاء الله كل التوفيق ليه الفتره اللي جايه باذن الله. انسان مجتهد جدا وشاطر جدا ويستاهل كل خير، وان شاء الله نشوف نادي قريب قوي، نادي كمان يعني يستاهله الكابتن هشام. بعد الفاصل هيكون معاكم الزميل النجم خالد العاضي وحصاد الالعاب الاخرى في النادي الاهلي وباقي الانديه. شكرا جدا لحضراتكم وبتشرف بيكم دايما ومتابعتكم، ومع الف سلامه. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. يوم الخميس يوم الحصاد للجميع، الألعاب الجماعية والفردية في النادي الأهلي بره كرة القدم. النهاردة بنبدأ يعني بتعزينا على شهداء محطة مصر واللي حصل امبارح. نتمنى رحمة الله على الجميع ونتمنى لأهلهم الصبر والسلوان. هنبدأ بألعاب الجماعية وألعاب الجماعية وكرة اليد. كرة اليد لكل الجماهير قلقانة جدا على فريق النادي الأهلي، لكن أنا بقول لهم ما تقلقوش، فريق النادي الأهلي فريق قوي، فريق ان شاء الله باذن الله هيحقق البطولات اللي احنا كلنا مستنيينها منه. فريق كره اليد عنده لعب النهارده مباراه مع نادي الجزيره وكسب في الجوله السادسه، وكسب 32-24، لكن عنده محطه مهمه جدا 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 بكره، وهي مباراه الزمالك، لان الاهلي في الترتيب العام اللي هنشوفه كمان شويه هو في المركز الثاني. المباراه بكره الساعه 4 باذن الله، كان عندنا محاولات في قناه الاهلي هنزحها لكن ما تمتش العمليه بنجاح، لكن قناه الاهلي ما اثرتش في هذا الموضوع، لكن ان شاء الله بنحاول ان احنا نذيع كل ماتشات الاهلي على القناه باذن الله. مباراه بكره مباراه لا تقبل الاسم على اثنين بالنسبه للنادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي في المركز الثاني فارق بونت على نادي الزمالك، لو الاهلي كسب يروح للدوري ويبتدي يعتلي قمه الترتيب، لكن الخساره هتودي النادي الاهلي في مكان يعني تبقى فرق 3 بونت تقريبا بين الفرقتين، والفرق بيكبر لان الدور ان اصلهم 7 ماتشات بعد مباراه بكره. خلينا نشوف فريق كره اليد بالنادي الاهلي الاسبوع اللي فات عمل ايه في الحصاد اللي معانا. في دوري المحترفين الاهلي لعب مباراتين في اسكندريه. الاهلي فاز في اول مباراه مع سبورتنج 27-22، وفاز على نادي سموحه 28-24. خلينا نروح لجدول الترتيب بعد مباراه سموحه. ترتيب الجدول كره اليد، هنشوف ترتيب النادي الاهلي فين بالظبط وايه الوضع. الترتيب بعد الجوله الخامسه بعد مباراه سموحه، الترتيب الزمالك لعب 5 مباريات و19 نقطه، الاهلي لعب 5 فاز 4 وتعادل مباراه مع نادي الجيش ليه 134 هدف وعليه 117 هدف و18 نقطة. التالت هليوبلس برصيد 14 نقطة، الرابع سبورتنج برصيد 13 نقطة، والخامس طلايع الجيش برصيد 12 نقطة، والسادس سموحة برصيد 11 نقطة، السابع الجزيرة برصيد 7 نقاط، والمركز الأخير الأولمبي برصيد 6 نقاط. لو بصينا على الجدول هنلاقي إن الأهلي جايب 134 وعليه 117 هدف، هو أقوى دفاع. كلمة أقوى دفاع دي مهم جدا جدا عندنا بكرة، إن الأهلي يكون دفاعه قوي
حراسة المرمى متمثلة في عصام الطيار وهادي رفعت، نتمنى لهم التوفيق بكرة إن شاء الله بإذن الله. رجالتنا رجالة كرة اليد بإذن الله يسعدوا كل جماهير النادي الأهلي بإذن الله في المباراة المهمة جدا بكرة والمرتقبة مع نادي الزمالك. هنروح لفرق الشباب والناشئين في الأسبوع ده عملوا إيه وكسبوا مين، يلا بينا. دوري مرتبط مواليد 98 فاز الأهلي على الأولمبي 26-20. بطولة الجمهورية مواليد 2004 الأهلي بيفوز 38-28 على نادي الزهور. مباراة قوية جدا برضو في بطولة الجمهورية مواليد 2004 الأهلي بيفوز 37-36 مع الظهرية. واخر مباراه في بطوله الجمهوريه مواليد 2004 الاسبوع ده كان الاهلي يتعادل مع سموحه 45-45. زي ما احنا شايفين فريق 2004 ما شاء الله كسب ماتشين وخسر وتعادل مباراه واحده، لكن خلينا نشوف عمل ايه في كاس مصر كمان. في بطوله كاس مصر 2004 الاهلي بيفوز على نادي سبورتنج 19-17. بكده حصاد الاسبوع بالنسبه لكره اليد ما شاء الله كسبانين اغلب الماتشات ما عدا تعادل واحد لمواليد 2004. نسيب الولاد او الرجال ونطلع لسيدات كره اليد اللي هم برده معتدلين قمه الترتيب ما شاء الله عليهم، خسروا مباراه واحده من نادي المعادي فقط لكن هم لسه في صداره الترتيب. الاسبوع ده نادي الاهلي نشوفه عمل ايه في مباريات الاسبوع ده مع الجزيره وهوليليدو. الأهلي مع الجزيرة يفوز 33-24 ومع هوليليدو بيفوز 33-13. نطلع لتقرير مع كابتن ياسر صلاح وريم ربيع وليلى هيثم نشوف قالوا إيه بعد مباراة الجزيرة وترجعوا لنا مرة تانية. الحمد لله طبعا الف مبروك للنادي الاهلي. ماتش النهارده زي ما احنا قلنا ان ده ثالث ماتش في الاسبوع، لعبنا السبت اللي فات والثلاث، وفرقه الجزيره فرقه محترمه وعامله ماتشات كويسه جدا الفتره اللي فاتت. كان عندها كاس مصر الاسبوع اللي فات مع سبورتنج اللي هو المنافس بتاعنا، طلعوا طبعا فرقه الجزيره طلعت فرقه سبورتنج بره كاس مصر وده كانت مفاجاه كبيره، وكان كسبان تقريبا فرق 3 جوان. الماتش ده كنا عاملين حسابه، الحمد لله ربنا كرمنا بيه. نزلنا من اول مباراه اللي كان مطلوب من اللعيبه الحمد لله اتنفذ. احنا عندنا ماتش بعد بكره على طول السبت، ثم تاني الثلاث، ثم الخميس، وعندنا كاس مصر دور الثمانيه مع 6 اكتوبر الثلاث اللي جاي ان شاء الله. لا انا شايف ان الحمد لله بنعدي السنه دي بصعوبات شويه، مش صعوبات اداريه، صعوبات ان انا عندي 4 اجيال. يمكن النهارده لو بصيت في الملعب انا بلاعب 3 من مواليد 2000 اول سنه يلعبوا السنه دي، كانوا موجودين ومؤدين بنسبه كويسه في المباراه. احنا كنا عاملين حساب المباراه، كنا عايزين نركب المباراه من الاول وده تنفذ. التكتيك اللي احنا واخدينه تنفذ الحمد لله وده يمكن ساعدنا كتير. خوفي كله من الاصابات عشان كده ما كنتش بستنى كتير على اللعيبه، كان في تغييرات دايما لان انا طبعا انت عارف ان الدوري طويل وبلعب 3 ماتشات في الاسبوع منهم بيخش لي ماتش رابع زي كاس مصر، فكنت لازم ادرج المباريات ديت على الفرقه. والحمد لله انا شايف ان احنا ماشيين بخطوه كويسه وان الاربع اجيال ان هم يندمجوا مع بعض ده شيء في حد ذاته بيبقى صعب شويه، بس الحمد لله احنا لغايه دلوقتي مركز اول في الدوري ومركز اول في منطقه القاهره، مستصدرين منطقه القاهره والدوري. وكاس مصر احنا عندنا في دور الثمانيه مع فريق 6 اكتوبر ان شاء الله باذن الله، بنحترم طبعا اي فرقه نعديه باذن الله ونخش على دور الاربعه باذن الله، وبعد كده في كاس السوبر طبعا ده لسه في شهر 5. الحمد لله احنا ما عندناش اي اصابات، بل بالعكس احنا من اول الدوري كان حصل شويه اصابات، رجعت الحمد لله والفرقه كلها الحمد لله سليمه وربنا يبعدنا عن الاصابات. اول حاجه الماتش ده كان مهم قوي في الدوري، لو لا قدر الله كنا خسرنا كنا هنخش في حسابات تاني مع سبورتنج، بس الحمد لله تفوقنا. الماتش بس في الاول كان مأزم شويه،
فريق الجزيرة فريق محترم فريق قوي بنعمله كل حساباته. يمكن بس في الاول الماتش كان ماشي جون بجون عشان بس احنا كنا يعني نازلين بتقولنا جامد قوي عاملين الماتش حساب قوي, فممكن يكون دوت هو شويه عقد الدنيا, بس الحمد لله في الاخر يعني الموضوع فتح واحده واحده خلاص فرقنا بسكور يعني. انا كنت متوقعه النتيجه دي عشان بقالنا كتير قوي بنتمرن وبنطلع من التمرين راضي عن نفسنا يعني, بس لا كنت متوقعين النهارده النتيجه دي واكتر كمان, وادائنا النهارده كان كويس وكان في حماس زياده في الفرقه وبنشد بعض والحمد لله تمام يعني. احنا كنا بنتمرن وما كانش فيه غياب خالص وكان فيه التزام بتعليمات الكابتن وفي الماتش بنمشي ورا تعليماته والحمد لله تمام يعني, ادينا نعدي الماتش. بعد ما شفنا فريق كرة اليد سيدات وبعد مباراة الجزيرة والأمل إن شاء الله بإذن الله في الدوري المهم اللي هو الدوري اللي اعتدنا عليه مع فريق كرة اليد سيدات, هنروح للشابات والناشئات في النادي الأهلي, بس هنشوف مباراة اتلعبت في منطقة القاهرة لكرة اليد سيدات, هنشوف عملوا إيه مع نادي الزهور. مع نادي الزهور الأهلي بيفوز 32-15. نروح لبطولة الجمهورية للناشئات 2005 و2006, نشوف هم عملوا ايه حصاد الاسبوع ده. في كرة اليد في مواليد 2000 الاهلي بيفوز 25-18 على سموحة, وفي 2005 ايضا الاهلي بيفوز 27-18 على نادي سبورتينج, وفي مواليد 2006 الاهلي بيفوز 27-7 على نادي الطيران, وفي 2006 ايضا بطولة الجمهورية الاهلي بيفوز 38-21 على نادي النصر. بكده دي بطولة الجمهورية وحصاد بطولة الجمهورية وفوز الـ 2004 2005 2006 في بطولات الجمهورية ما شاء الله. هنروح لمواليد كاس مصر مواليد الناشئات 2006 نشوفهم عملوا ايه في مباراة الاهلي مع البنك الاهلي بيفوز الاهلي 21-6, دي بطولة كاس مصر مواليد 2006. بكده حصاد كرة اليد معانا الاسبوع ده انتهى, وهنروح هنسيب ملعب كرة اليد ونروح لملعب كرة السلة. ملعب كرة السلة يعني ماتشات مهمة جدا في دوري السوبر ما شاء الله, كان عندنا ماتشات متأجلة, لكن الأهلي الحمد لله بيفوز على سموحة وطلائع الجيش وبيعتلي مرة تانية قمة الترتيب. تعالوا نشوف الأهلي عمل ايه الأسبوع ده والنتائج حصلت فيها ايه. في دوري السوبر الأهلي بيفوز 76-70 على سموحة, والمباراة التانية الأهلي بيفوز على طلائع الجيش 79-76. بكده الأهلي بيعتلي قمة الترتيب مرة تانية ما شاء الله. رجالة كرة السلة مركزين معانا جدا, ودي أهم حاجة, الروح قوية جدا عشان داخلين على مباراة مهمة جدا مع نادي سموحة. لكن لازم نخرج لتليفون مهم جدا نطمن على كابتن أشرف توفيق المدير الفني لسموحة, لكن هو في الأول والآخر كابتن أشرف توفيق كابتن النادي الأهلي والمدير الفني السابق للنادي الأهلي. كابتن أشرف مساء الخير. أهلا كابتن خالد, مساء الخير. أخبارك إيه؟ والله الحمد لله. طمنا إيه اللي حصل يوم مباراة سموحة والزمالك؟ الحق كسبتها 73-68, لكن بعد كده حضرتك خرجت للمستشفى, عايزين نطمن على حضرتك. والله الحمد لله كان حصل عندي كده انسداد في الشريان, ربنا كرمني الحمد لله وعملت عملية جلد عامة وبقيت كويس الحمد لله. الحمد لله. الضغط العصبي كان الماتش يا كابتن أشرف ولا ده كان تراكمات؟ ده تراكمات طبعا يا كابتن, انت عارف الشغلانة بتاعتنا طبعا شوية, بس انا والله يعني حابب اشكر مهندس فرج ونسموح كله صراحة, لان الناس جريوا بيا وعملوا فوق الواجب. ويعني صراحة بشكرهم جدا جدا, وبشكر كل طبعا زمايلي كمان في نسموح في النادي الاهلي. يعني صراحة الأزمة وردنا دي إن حب الناس دول ربنا ربي يديم عليا خير نعمة وكفى بيها نعمة يعني حب الناس وحضرتك والناس كلها, ألف شكر يعني. يا كابتن احنا بنطمن عليك وألف مليون سلامة على حضرتك, لكن قول لنا الدكتور قال لك هتنزل الملعب تاني إمتى مرة تانية؟ عشان أنا عرفت من مصادري الشخصية إن أنت عايز تنزل المباراة الجاية أرض الملعب, بس الأستاذ فرج عامر قال لحضرتك لأ مفيش نزول غير على مباراة الأهلي في كأس أفريقيا. والله يوم المنصورة طلب مني كده فعلا, عارف طبعا احنا ولدنا الاهلي يعني بنبقى طبعا حريصين شويه على شغلنا, وبعدين مش ممكن الناس تبقى عملت معايا كده وانا يعني على الاقل انا معايا جهاز قوي
وان شاء الله يعني بحملهم المسؤوليه كامله، بس بقى حتى اتفرج يعني، وانا ان شاء الله يعني الفتره الجايه هركز ان انا ما اشتتش نفسي خالص يعني ان شاء الله، خصوصا ان مباريات الدوري شبه تحصيل حاصل يعني، لان اهم حاجه البلاي اوف في الدوري. بالظبط، ربنا يوفقك جميعا. كابتن اشرف توفيق، لازم نستغل حضرتك وحضرتك معانا ومباراه الاهلي المقبله مع نادي سموحه، بتحضر لها ازاي في المرحله اللي جايه؟ والله هو يعني طبعا النادي الاهلي نادي كبير وعنده جهاز كبير يعني، كلهم من اولادي الحمد لله، انما احنا الحمد لله السنه دي دايما ماتشاتنا معاهم قريبه. طبعا المباريات بثلاثه اجانب غير بتبقى غير شويه. طبعا اكيد احنا بنجهز الماتش ده من خلال الاحصائيات اللي فاتت في مبارياتنا مع الاهلي، ومن خلال تقطيع الفيديو مونتاج وكده على يعني مناطق القوه والضعف في سيستم وافراد النادي الاهلي، وان شاء الله يعني طبعا هو الناديه يعني في الاول والاخر، بس طبعا ده شغل بروفيشنال، وانا نفسي احتراف نفسي حالا نسمعها حاجه، طبعا اول مره اخش افريقيا، فربنا يسهل يعني، وانا شايف ان الامور ماشيه كويس وبنستعد كويس ان شاء الله. ان شاء الله كابتن اشرف توفيق، الف مليون سلامه عليك، طمنتنا، وكل جماهير النادي الاهلي بتطمن على حضرتك، كل امنيات طيبه ليك في المرحله اللي جايه بالتوفيق باذن الله، الا في مباراه الاهلي طبعا، ربنا يوفقك كابتن. شكرا كابتن اشرف توفيق. هنكمل لي جدول ترتيب كره السله لفريق كره السله في النادي الاهلي، نشوف جدول الترتيب بعد مباراه طلائع الجيش. الاهلي بيعتلي قمه الترتيب، لعب 10 مباريات، فاز في 8، خسر مباراتين، له 788 بوينت وعليه 729 وعدد النقاط 18. الثاني الاتحاد السكندري، لعب 10 مباريات، فاز 7 وخسر 3 و17 نقطه. ثالث طلايع الجيش 16 نقطه، الرابع الزمالك ب 16 نقطه، الخامس الجزيرة ب 15 نقطة، والسادس سبورتنج ب 13 نقطة، نادي سموحة السابع برصيد 13 نقطة، ونادي مصر للتأمين المركز الأخير الثامن برصيد 9 نقاط. النادي الأهلي عنده مباراة مهمة الأسبوع ده بإذن الله مع نادي الزمالك يوم السبت في صالة 6 أكتوبر، في صالة في 6 أكتوبر، صالة اللي هي شباب الرياضة. اتمنى ان شاء الله الفوز لفريقنا، اللي فريقنا ان شاء الله باذن الله بيستعد للمقابله المهمه، قلت لكم لمباراه سموحه في دوري ابطال افريقيا في دور الثمانيه. نطلع تقرير مع كابتن طارق خيري بعد مباراه نادي سموحه، وترجعوا لنا مره ثانيه. الحمد لله رب العالمين على مكسب النهارده. انا بفرح من الكلمه الاخيره اللي انت قلتها دي، ان الناس بدات تتكلم على فرقه الاهلي بتكسب في الكوارتر الرابع، ودي يعني زمايلنا المدربين القدام او اصدقائنا اللعيبه السابقين يعني الكبار دايما يقولوا كنا احنا مش كده زمان، يعني كان دايما تكسب كتير قوي، ودي بتحصل في الباسكت او بتحصل معانا، انا كنت كسبان قبل كده الاتحاد هنا وخسرت، بتحصل، بس معظم الجيمات اللي على مدار الموسم كتير بيبقى انت خسران في الرابع وبتعمل ديفنس، وده الطبيعي من ساعه ما مسكت الفرقه دي ان هي كان جود ديفنس قبل الاوفنس. فالحمد لله انا ببقى مبسوط لما حد يتكلم في الجزئيه دي. الباسكت كده انت بتلقى لعبه اللعيب نفسه انت مش ضامنه، اللعيب على مدار الجيم ممكن يبقى هو بيلعب جيم طويل، فممكن يبقى بيوفر مهما انت حنفذه بيوفر مجهوده، فبيحصل زي ما بيحصل الجيم طالع نازل. هم عندهم كان في توفيق فتره واحنا كنا وحشين، احنا فنشنا الجيم الحمد لله رب العالمين، كنا موفقين في الديفنس وفي فاست بريك، لعبنا وان فور هاي حاجه كده اربعه قصيرين عشان نشوط القصيرين، والحمد لله كان فيها توفيق كبير جدا، وهي اللي عملت لنا كام باك للجيم. فتعبوا يعني، هم عملوا في الاخر لو الكلام ده لو من اول الجيم كان ممكن، مع احترامنا برضو فريق سموحه فريق محترم، فرقه كويسه مع كابتن اشرف، كان ممكن يبقى الجيم مختلف في الحالتين. انا ما بقلق يعني، انا لو خسرت حتى يعني رياضه في الاخر، انما انا من نوع بتنشل على فترات يعني، دي ممكن تبقى اللي بره انت ممكن تقول انت بتتفرج ملفت، انا كنت خسران 13 بونت كان باين عليا الموضوع، لا في تنشنه مع اللعيب، في تنشنه بتفكر هتعمل ايه وبتاع، وفي الاخر دي الرياضه يعني، انا هتنشن، طب بعد ما تنشن
ايه نوع التنشن هتفيدني في ايه؟ هتفيدني في ايه؟ مش هتفيدني ولا مع لعيب ولا في سيستم ولا في حاجه. انت بتتكلم في عيب في مستيك بتاعه هو اصلا مضغوط، فانت لو تنشنت معاه زياده ممكن تضغطه زياده، ممكن يبقى عدم. خليه يلعب دايما بثقه، تحاسب في الديفنس بس، مش هتكلم على التحكيم. خلاص انا قابلينه باي وضع بدون قصد او اظن ما اظن ما اعرفش انت قلت كده ليه، بس اي يعني اللي قادر باذن الله الفوز بالدوري. أكيد احنا هدفنا التارجت اللي من اول الموسم زينا زي الفرق كلها، الدوري متساوي لجميع الاطراف، احنا في 8 فرق قريبين. دايما الناس بتتكلم على التامين ان هو نوعا ما فرقه محترمه بمدرب محترم، النوع ما اقل كل ماتشاتها ايكوال مع الفرق، يعني ممكن في اي وقت يبقى عندها توفيق. الدوري صعب جدا، ان شاء الله احنا بنجاهد ان احنا ناخده. ادعينا بس ان احنا عندنا 3 مراحل ورا بعض. يعني انا النهارده انت لاعب بال 12 عندك 3 جيم، كل اللي جاي جامد. خلاص انا خلصت التامين اول ماتش، 6-5 ماتشات اللي جايين جامدين جدا. بعديهم على طول يعني انت تخلص 12 عندك سيمي فاينل وفاينل الكاس، بعدها بخمس ايام دور الثمانيه في افريقيا. سموحه ما بتلعبش في الكاس، فتبقى هي عندها الراحه اكتر. نتمنى انا عشان كده احنا دايما بندور ال 12 مهما يكون في عدم توفيق. يعني ممكن يبقى في ناس تسال فلان مثلا ما كانش موفق النهارده، سايبه ليه؟ ما انا سايبه علشان الف الموضوع على الفرقه، لان انا برضو الكلام ده المفروض يعني الناس اللي بتفكر صح. انا الدوري السوبر ال 14 جيم مهم تاخد اول عشان تلاعب تامن، انما من تاني اللي سابع كله شبه بعضه. فالذكي لو انا عندي افريقيا المفروض اللي انا ادور حتى لو لا قدر الله اخسر، لان انا عايز في الاخر التارجت زي المرتبط. انا كنت عايز اروح الحته الفلانيه ورحت فحصل فيها توفيق، فلازم تخطط لدي. الموضوع مش دايما عايز تكسب عشان ترضي الناس. كانت مباراة مهمة جدا، مباراة سموحة والفوز عليهم 76-70. ليه؟ عشان احنا داخلين على دوري ابطال افريقيا وهو الاهم بالنسبة للنادي الاهلي في المرحلة دي او فريق كرة السلة. ليه؟ لان الماتش اللي جاي رايح جاي، اللعيب ياخد الثقة ان هو يكسب الفرقة النهاردة ويبقى رايح ليدنج عليها نفسيا، دي حاجة مهمة جدا. ده اللي حصل مع فريق الاهلي لكرة السلة اللي احنا كلنا هنقف معايا ووراه عشان يحقق ان شاء الله المراد بالوصول الى نهائي دوري ابطال افريقيا. بعد مباراة نادي طلائع الجيش الاهلي بيتبقى ليه 4 مباريات في دوري السوبر قبل ما يعني يروح للمرحلة اللي بعديها، ان الاول يلعب تامن والتاني يلعب السابع وهكذا في دوري او بيست اوف 3 لغايه ما يوصلوا اللي يكسب وياخدوا 4 فرق يوصلوا للدور النهائي باذن الله. نتمنى النادي الاهلي ماشي ما شاء الله، رجاله كره السله ماشيين مركزين، هم والمدير الفني القدير كابتن طارق خيري عايزين في المرحله اللي جايه كمان اللعيبه تزيد من حماس وروحها عشان محتاجين كل البطولات اللي جايه باذن الله لكره السله. هنسيب رجال كره السله وهنروح للشباب والناشئين نشوفهم عملوا ايه الاسبوع ده في كره السله. كرة السلة بطولة الجمهورية تحت 18 سنة، الأهلي بيفوز على مركز شباب السادات 63-17. في الناشئين تحت 16 سنة بطولة الجمهورية الأهلي يفوز على مركز شباب بنها 56-26. في بطولة الجمهورية أيضا تحت 16 سنة الأهلي 67 كفر الزيات 46، والمباراة الأخيرة الأهلي وأبو كبير الأهلي بيفوز 67-56. بكده نكون خلصنا كرة السلة رجال وشباب وناشئين، نروح لكرة السلة سيدات. لعبوا مباراتين الأسبوع ده برضو في دوري السوبر، دوري السوبر دوري قوي بالفوز على الجزيرة وسموحة. تعالوا نشوف النتائج قالت إيه الأسبوع ده لكرة السلة سيدات. في دوري السوبر الأهلي بيفوز على الجزيرة 69-57 وبيفوز على نادي سموحه، كانت مباراه قويه جدا بين الاهلي وسموحه 96-89. نشوف جدول الترتيب، الاهلي يعتلي قمه الترتيب، نشوفه قال ايه الاسبوع ده. ترتيب الدوري كره السله سيدات، الاهلي في المركز الاول لعب 13 مباراه فاز 12 وخسر مباراه وله 686 نقطة وعليه 554 نقطة برصيد نقاط 25. بيجي سبورتنج في المركز الثاني
برصيد 24 وبيجي سموحة في المركز الثالث برصيد 23 وبيجي هليوبس المركز الرابع برصيد 20 الجزيرة الخامس برصيد 17 نقطة ومصر التأمين السادس برصيد 16 نقطة والصيد السابع برصيد 16 نقطة ونادي الشمس المركز الثامن برصيد 15 نقطة. بكده عرفنا ما شاء الله سيدات كرة السلة معطلين الترتيب. خلينا نخرج لتقرير بعد مباراة الأهلي وسموحة. معانا في تقرير كابتن إيهاب الألفي وسرايا محمد وهبة عبد الرحمن. جيم كبير وجيم الحمد لله ان الحاجه الايجابيه الوحيده اللي فيه ان احنا مش متوفقين ومش في حالتنا والحمد لله برضو كسبنا. هي دي الحاجه الوحيده اللي يعني الايجابيه في الجيم. لكن الحمد لله ان شاء الله نستعد بقى للسبورتنج ان شاء الله اخر جيم. احنا كنا قبل الجيم ده كنا احنا الاول ب 22 نقطه ورانا سبورتنج وسموها 22. الحمد لله دلوقتي احنا خلاص بقينا 24 نقطة. احنا لسه الأول سبورتنج بيلعب الناحية التانية معرفش عملوا ايه. لو كسب يبقى برضو فارق لسه النقطة. هنروح هناك نلعب ان شاء الله نكسب ناخد أول قدر الله في حاجة هنتساوى ونشوف السكور افريج مش هيفرق معانا يعني او احنا بنروح عشان نكسب. ما ببصش للسكور صراحة في اي جيم. ممكن هو مش عايز اقول مش فارق يعني احنا اول الدوري لكن احنا متعود معاهم ان احنا بنروح عشان نكسب. ان شاء الله يبقى التحضير احسن ان شاء الله للماتش اللي جاي. الاهم بالنسبه لنا هو الكاس. عندنا 5-3 ان شاء الله سيمي فاينل ده اللي ان شاء الله بنحضر له من دلوقتي. ما عندناش مشكله خالص في الحكام. جيم اعتقد ان هو جيم فيه باسكت بول اسمه لعب باسكت واحنا لعبنا في الثالث والرابع مستوانا الطبيعي فالحمد لله. اعتقد الحكام ما كانش لهم اي تاثير على النتيجه يعني بحييهم. الحمد لله احنا انا متوقعه كده كده ان شاء الله ان احنا هنكسب كل الفرق وان شاء الله احنا واعدين الجمهور ان احنا هناخد 4 بطولات فاحنا هناخدهم باذن الله. احنا بس مجهدين عشان الفتره دي الماتشات كلها ورا بعض وهم زنقونا في الدوري والكاس كله ورا بعض فطبيعي ان احنا نكون تعبانين. بس الحمد لله كنا متوقعين ان احنا كده كده هنكسب. احنا دايما عندنا يقين ان احنا هنكسب في اي وقت باذن الله. دايما كابتن ايهاب بيقول لنا ان احنا نعمل ديفنس ونمسك كل الناس ويعني ما نديش فرصه لحد انه يهل علينا عشان باذن الله ندي رساله لكل الناس ان احنا مش هنفرط في اي بطوله ولا هنفرط في اي ماتش. الحمد لله الف مبروك لفرقتي والف مبروك للكابتن. احنا كنا من اول دقيقه عارفين ان سموحه وسبورتنج دول هم اجمد فرقتين في الدوري فاحنا نازلين احنا عايزين نكسب ماتش النهارده خصوصا ان هم لسه كسبانين سبورتنج الماتش اللي فات فلازم ان احنا نبقى اول حد في البطوله عشان نلعب الثامن. ده بيسهل لنا حاجه كتير. الماتشات دي طبعا مش فارقه في حاجه بس تفرق في الترتيب الماتشات ان احنا نقابل الثامن فده بالنسبه لنا كان احسن ان احنا نكسب سموحه في سبورتنج ان شاء الله فنبقى الاول نقابل الثامن نخش الاربعه الكبار على طول. كابتن ايهاب كان قايل لنا ان احنا لازم من الاول ان احنا نبقى عاملين جود ديفنس. انا طبعا طلعت 5 فاول كملوا هم بعديها طبعا كانوا رجاله ويعني بحب اشكرهم على ادائهم اللي هم كانوا رجاله لاخر ثانيه. لعبنا الاكسترا تايم هو 5 دقايق بس اللي عملنا جود ديفنس قطعنا منهم الكره كذا مره خصوصا على محترفه قفلنا عليها وجرينا خلصنا الماتش. فاضل لنا سبورتنج الراجع هنلعبهم يوم الجمعه ان شاء الله عندهم في سبورتنج ان شاء الله نكسب سبورتنج نبقى اول الدوري نلعب الثامن الكسبان يطلع الاربعه كبار ان شاء الله. احنا دلوقتي ان شاء الله نخلص ماتش يوم الجمعه هنخش يوم 5-3 عندنا سيمي فاينل الكاس مع هليوبلس ان شاء الله. لو كسبنا يوم 8-3 هنلعب الكسبان ما بين سبورتنج وسموحه. طبعا انا بالنسبه لي يعني سبورتنج وسموحه الاثنين جامدين جدا احنا ان شاء الله نعدي بس هليوبلس وان شاء الله يعني نخلص الفاينل ان شاء الله. اهم حاجه دلوقتي بس الكاس احنا عيننا على الكاس. زي ما احنا شايفين قدامنا كابتن إيهاب الألفي وسيدات كرة السلة في النادي الأهلي بيتكلموا ان هم ما كانوش في حالتهم او ما كانوش موفقين لكن الحمد لله احنا عدينا المرحلة. لكن هم بيركزوا جامد جدا على مباريات الكاس وهي مباراة مع نادي هليوبلس يوم 5-3 في صالة الشرقية للدخان. الكسبان يلعب على طول الفاينل مع سبورتنج او سموحة. هو ده عينيهم عليه. نتمنى لهم التوفيق باذن الله في المرحله اللي جايه لان دوري السوبر بالنسبه لهم كان ترتيب عام فالاول يلعب تامن برده زي الرجال بالظبط. فاهم حاجه في 5-3 ان شاء الله في صاله شرقيه الدخان ماتش هليوبلس ماتش مهم جدا وان شاء الله يوم 8-3 نبارك لهم على باذن الله على كاس مصر. نسيب السيدات ونروح لفرق الناشئات
في النادي الأهلي، نشوف عملوا إيه لكرة السلة في الأسبوع ده النتائج. تحت 16 سنة بطولة الجمهورية لعبوا ماتشين، الأهلي بيفوز على العبور 60-22، والأهلي يفوز على الزمالك 76-53. هم دول المباراتين اللي معانا في تحت 16 سنة في بطولة الجمهورية. بكده خلصنا كرة السلة رجال سيدات، هنروح للكرة الطايرة. الكرة الطايرة لعبوا مباراتين مع هيئة قناة السويس وطلائع الجيش، والحمد لله قدرنا نكسب المباراتين، لكن الماتش بتاع طلائع الجيش كان ماتش صعب، ماتش قوي جدا، فريق قوي، فريق كان عنيد مع النادي الأهلي شويه، النادي الأهلي ما كانش موفق في المباراه، لكن قدر فريقنا الحمد لله تخلص بنتيجه 3-2. تعالوا نشوف نتائج الماتشين عملنا ايه فيهم. الأهلي وقناة السويس 3-0 للنادي الأهلي، نتيجة الأشواط 25-14 و 25-20 و 26-24. الأهلي وطلائع الجيش 3-2. الأهلي أول شوط 25-15 للنادي الأهلي، طلائع الجيش كسب شوطين ورا بعض 25-20 و 25-19. النادي الاهلي في الشوط الرابع والخامس قدر يخلص المباراه الحمد لله، قدر كابتن ميدو بصراحه يرجع اللعيبه، واللعيبه كان عندها اراده قويه جدا يرجعوا في المباراه، لان الموضوع بيكون صعب جدا ان ثاني وثالث تخسر وترجع في المباراه مره ثانيه، لكن رجال كره الطايره عندنا في النادي الاهلي قدروا يكسبوا الماتش الشوطين الاخرانيين الرابع والخامس بنتيجه 25-18 و 25-8. ده جدول الترتيب بعد نروح لجدول الترتيب بعد الجوله الخامسه. الاهلي لعب 5 مباريات، فاز الخمسه ما شاء الله ل 15 شوط وعليه شوطين بموجب 13 شوط ب 14 نقطه. الزمالك الثاني لعب 5 مباريات، فاز 4 وخسر 1 ب 12 نقطه. الثالث طلائع الجيش 10 نقاط، الرابع سموحه 9 نقاط، وسبورتنج الخامس ب 6 نقاط، النادي الاتحاد السكندري بالسادس ب6 نقاط، القناة السابع برصيد 3 نقاط، والطيران في المركز الأخير الثامن برصيد لا شيء من النقاط. بكده نكون خلصنا دوري كرة الطائرة، لكن عندهم مباراتين مهمين جدا الأسبوع ده، الاتحاد والزمالك السبت والحد بإذن الله، نتمنى لهم كل التوفيق رجال كرة الطائرة. نروح لناشئين وشباب النادي الأهلي في الكرة الطائرة في الأسبوع ده، نشوف عملوا إيه. الكرة الطائرة في تحت 20 سنة، الأهلي بيفوز على سبورتنج 3-0 بنتيجة أشواط 25-12 و 25-17 و 25-22. بكده نكون خلصنا كرة الطائرة رجال، ما شاء الله الماتشين اللي اتلعبوا الحمد لله 3 ماتشات كسبناهم، ورجال كرة الطائرة بيسيروا نحو البطولة المفضلة ليهم دوري العام لكرة الطائرة، بإذن الله نبارك لهم في آخر المرحلة على الدوري العام. سيب الرجال الطايرة ونروح لسيدات الطايرة. سيدات الطايرة الأسبوع ده كان عندهم 3 مباريات، تعالوا نشوف نتائج الكرة الطايرة سيدات عملوا إيه. المباراة الأولى الأهلي والصيد، الأهلي يفوز 3-0 بنتيجة أشواط 25-10 و 25-22 و 25-14. الأهلي والزهور 3-0 بنتيجة أشواط 25-14 25-15 و 25-16. الأهلي والنصر، الأهلي بيفوز 3-0، الأهلي 25 النصر 12، الشوط الثاني 25-7 و 25-9. أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 25-9 25-15 و 25-14. 4 مباريات دي فريق كرة الطائرة سيدات بالفوز. نروح لجدول الترتيب لكرة الطائرة سيدات. الأهلي في المركز الأول لعب 15 مباراة، فاز في 15 لأشواط 45 عليه شوطين بنتيجة أشواط 43 بنقاط 44 نقطة. الزمالك الثاني برصيد 41 نقطة، لعب 15 مباراة، فاز 14 وخسر مباراة. الثالث الشمس
لعب 16 مباراة برصيد نقاط 38 نقطة. الرابع سبورتينج برصيد 36 نقطة. هليوبلس الخامس برصيد 29 نقطة. الصيد السادس برصيد 28 نقطة. السابع سموحة برصيد 23 نقطة. الزهور الثامن برصيد 15 نقطة. الطيران التاسع برصيد 9 نقاط. الأصحاب الجياد العاشر برصيد 8 نقاط. ونادي 6 أكتوبر 11 برصيد 7 نقاط. ونادي النصر 12 برصيد 4 نقاط. بكده عرفنا ترتيب جدول كرة الطائرة. لو لاحظنا أن النادي الأهلي والزمالك 15 مباراة كانت أصلهم مباراة مؤجلة، تأجلت بسبب ظروف كان المباراة على صالة نادي الزمالك وتأجلت المباراة دي. لكن خلينا نروح لتقرير بعد مباراة الأهلي والنصر مع كابتن حمدي الصافي، نشوف قال إيه وترجعوا لنا مرة تانية. والله يا مباراة النصر المفروض تتلعب الأسبوع الجاي، هي ومباراة كمان عندنا مباراة بكرة الجياد في اسكندرية. احنا حبينا ان احنا نقدم المباراتين دولة لان احنا عندنا معسكر الأسبوع الجاي ان شاء الله في صربيا، فحبينا ان ما فيش ماتشات كتيرة تتراكم علينا لبعد البطولة الأفريقية، فقدمنا الماتشين دول نخلصهم قبل المعسكر بحيث ان احنا ما يبقاش فيه لما بعد البطولة ان شاء الله الأفريقية ما يبقاش فيه إجهاد على اللعيبة. تاني حاجة ان احنا نخلي اللعيبه تركز في المعسكر في العشر ايام بتوع المعسكر ويبقى اكتر استفاده ان شاء الله باذن الله. الفريق صربيا معروفه في على مستوى السيدات مستوى عالي جدا، من اقوى ثلاث دول على مستوى العالم وعلى طول في منصات التتويج على مستوى العالم. حبينا ان احنا السنه اللي فاتت خدنا سلوفينيا، السنه دي قلنا يعني ما جالنا معسكر كويس في مكان كويس، فرق قويه جدا هناك، هنعمل تقريبا خمس مباريات قويه، فهيبقى احتكاك كويس جدا لينا يرفع مستوى الفرقه قبل البطوله الافريقيه ان شاء الله. لعبنا كم مباراه؟ خمس ماتشات ان شاء الله باذن الله متدرجه المستوى مع معظم الفرق القويه في صربيا. كل ما المستوى والاحتكاك بيبقى عالي بيعليك معاه. طبعا احنا عندنا مباريات الدوري مش معظمها مش قويه جدا، فمحتاجين الفتره ديت ان احنا نعمل كم مباراه قويه ترفع مستوى الفريق وفي نفس الوقت تخلي فيه استعداد للفرق القويه اللي هتلعبها في افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله هنرجع قبل البطوله باربع ايام، هناخد يوم راحه وندخل يومين معسكر قبل البطوله باذن الله. بطوله صعبه بس احنا ان شاء الله باذن الله تركيز اللعيبه في المعسكر، روحهم العاليه اللي عودونا عليها، وقوف طبعا جمهورنا ده ما حاجه نمره واحد بالنسبه لنا. اكيد طبعا اكيد احنا كنا محتاجينهم جدا في البطوله العربيه، البنات متعودين على دعم الجمهور بطريقه كبيره جدا، ان شاء الله في الصاله بتاعتنا هنا يبقى في دعم كبير من جمهورنا، بالاضافه طبعا لانتظامهم في المعسكر وارتفاع الروح المعنويه بتاعتهم، ان شاء الله باذن الله نعوض في البطوله الافريقيه وتبقى خير تعويض لجمهورنا باذن الله. هو نظام البطوله ما فيش اعاره، هو نظام البطوله قبل البطوله بيبقى ليك محترف اوروبي او محترف افريقي، احنا عندنا الاوروبي والحمد لله يعني معظم اللاعبات على قد على قدر المسؤوليه وعندهم رغبه ان هم يعوضوا البطوله العربيه ويساعدوا جمهورهم باذن الله. زي ما شفنا كابتن حمدي الصافي بيتكلم على المعسكر، ان شاء الله فريق السيدات هيطير بكره باذن الله لصربيا، هيعملوا معسكر 10 ايام باذن الله في صربيا من 1 ل 10 علشان البطوله الافريقيه. البطوله الافريقيه شيء مهم جدا للنادي الاهلي ولسيدات النادي الاهلي. بعد ما خسرنا البطوله العربيه في مصر كان مباراه عدم توفيق، لكن البطوله الافريقيه الاقوى كثيرا. ليه؟ لان عندنا خمس فرق مشاركه، قرطاج التونسي والصفاقس، وعندنا مولوديه الجزائر موجوده من الجزائر، وعندنا فرقتين بيخشوا طبعا مش عرب اللي هو الانابيب والسجون الكيني. يعني بطوله قويه جدا، لكن ان شاء الله تحضير كابتن حمدي واللاعبات باذن الله هيكون عند حسن ظن الجميع. بطوله ان شاء الله بطوله افريقيا هتقام على ملاعب النادي الاهلي من يوم 15 ليوم 28 في الشهر. نتمنى باذن الله الفوز ولاعيبه النادي الاهلي، لان احنا كده كده ما شاء الله عندنا بطولات كثيره جدا في البطولات الافريقيه هي والبطولات العربيه، لكن عدم التوفيق اللي فات حط حمل ازيد على اللاعبات عندنا، واحنا متاكدين ان اللاعبات عندنا ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه في المرحله الجايه هم مع كابتن حمدي الصافي. هنسيب كره الطايره سيدات وهنروح لمباريات الناشئات في النادي الاهلي نشوف عملوا ايه في الاسبوع ده. تحت 19 سنه الاهلي بيفوز على هليوبلس 3-0، 25-14 و25-12 و25-18.
المباراة الثانية الأهلي والجزيرة بنتيجة 3-0 الأهلي بيفوز برضو في بطولة الجمهورية تحت 19 سنة 3 أشواط 25-17 و25-10 و25-19. بكده نكون خلصنا الألعاب الجماعية كلها عندنا، داخلين على المراحل النهائية. كل الفرق بتستعد إن شاء الله بإذن الله للتتويج في المرحلة اللي جاية، لأن كل جماهير النادي الأهلي مستنية عد وحصد جميع البطولات اللي بنخشها في السيزون. كله بنيتنا طيبة ليهم بإذن الله، لأن المرحلة الجاية فعلا هي المرحلة الأخيرة في بطولات الأفريقية والبطولات العربية وبطولة الدوري والكاس بإذن الله نتمناها للنادي الأهلي. هنسيب الألعاب الجماعية ونروح للألعاب الفردية، وأول حاجة معانا فريق السباحة بالنادي الأهلي، نشوف عمل إيه الأسبوع ده. فريق السباحة في النادي الأهلي لعب في بطولة القاهرة الشتوية، الأهلي في المركز الأول برصيد 15 كاس. هنسيب السباحة ونطلع على الاسكواش. الأهلي بيفوز ببطولة منطقة القاهرة بالمركز الأول برصيد 15 كاس أيضا. هنسيب الاسكواش ونطلع على ألعاب القوة. الأهلي بيفوز ببطولة جمهورية درع للشباب. شباب الأهلي في المركز الأول برصيد كام نقطة؟ 190 نقطة. وشابات الأهلي في المركز الأول برصيد 158 نقطة. هنسيب ألعاب القوة ونطلع على الجمباز. في الجمباز الأهلي بيحصد 7 ميداليات للرجال، دي بيسموها درجة تانية رجال تحت 15 سنة بنين. والأهلي بيحصد 5 ميداليات في الدرجة الأولى السيدات ومرحلة تحت 13 سنة بنات. بطولة الجمهورية التانية الأهلي بيحصد 6 ميداليات تحت 9 سنوات للبنات. هنروح للتنس الأرضي، اللي كان بطولة التنس اللي كانت بتلعب على ملاعب الأهلي ملاعب الجزيرة، وكان معانا تقرير مهم جدا مع كابتن إبراهيم أبو طالب المدير الفني ودكتور مدحت طه عن بطولة اللي كانت بتلعبت على نادي الجزيرة. وترجعوا لنا مرة تانية. الاستعداد بيتم من خلال الشهر اللي قبل البطولة، بنعمل تمرينات مكثفة للاعبين. وبطولة الأهلي بتعتبر من أكبر البطولات اللي بتتعمل على مدار السنة، وبتعتبر هي أول بطولة كبيرة في مدار السنة، فبيبقى استعداد ليها استعداد خاص بتمرينات مكثفة على فترتين وتمرين لياقة بدنية جامد. وكان عندنا بطولتين دوليتين قبل بطولة الأهلي، فاللعيبة بتاعتنا كانوا بيستعدوا لهم، فالحمد لله يعني كله جاهز. هو في حوالي 25 نادي على مدار على الجمهورية كلها، كل أندية مصر تقريبا، وعندنا حوالي 900 لاعب ولاعبة مشتركين في بطولة الأهلي. احنا الفرقة عاملة نتائج كويسة لحد دلوقتي، عندنا لعيبة، احنا وصلنا تقريبا للدور ربع النهائي في جميع الأعمار، فعندنا الحمد لله في كل مرحلة 2 أو 3 في الدور ربع النهائي، وبنأمل إن شاء الله على الأقل يبقى في 2 في النهائي مع بعض في كل مرحلة. البطولة ابتدت الخميس ومستمرية لحد 11 مارس بإذن الله. طول الموسم بنكون يعني دورنا إن احنا نحافظ على اللعيبة ونشوف إذا كان في إصابة بنعالجها، بحيث إن اللعيب يبقى جاهز، خاصة إن احنا في لعبة التنس بيبقى عندنا يعني بطولات مستمرة طول السنة، يعني ما بين بطولة الجمهورية اللي هي بطولة الدوري يعني، وما بين البطولات اللي هي بتتعمل في الأندية زي البطولة اللي احنا فيها اللي هي بطولة الأهلي المفتوحة، في بطولات في أندية كتير إضافة طبعا للبطولات العربية وبطولات الأفريقية. وإحنا عندنا الفريق بيشارك في يعني 100% من البطولات وعلى جميع مستويات الأعمار، فبالتالي كل لعيب عندنا محتاج برنامج لرعايته ولعلاج أي إصابة بحيث إن هو يواصل اللعب. فاحنا المجهود اللي بنبذله عشان اللعيب يبقى جاهز للعب طول السنه او طول الموسم. يعني المشاكل يعني ما هياش كبيره قوي اثناء اللعب، لكن طبعا احيانا بيحصل اصابات كبيره يعني، وفي الحاله دي احنا بيبقى عندنا اجراء ان احنا بناخد اللعيب ونوديه يعني قسم طوارئ او كده، لكن الحقيقه ان دي حاجات قليله او نادره الحدوث يعني، لان لعبه التنس الاصابات الجسيمه فيها يعني مش في المستوى اللي احنا فيه في البطوله ديت، يعني مستويات اعلى شويه لما يكون في اصابات زي اصابات مثلا رباط صليبي او خلع كتف او الكلام دوت، مش موجود لانها بطبعها لعبه ما فيهاش احتكاك، لكن فيها يعني الاصابات
دائمة الحدوث بحكم طبيعة اللود أو الأحمال الزايدة للبطولات المتوالية ولا بعضها، خصوصا أن اللعيبة طبعا بيبقوا في الدراسة بالإضافة للتمرين بالإضافة للبطولات، فبيبقى في مجهود متواصل. المجهود ده بيعمل تأثير على العضلات وعلى المفاصل، بحيث أن الإصابات يعني الحقيقة إحنا موجودين طبعا طول الأسبوع مع اللعيبة، أنا والزميل اللي هو مسؤول العلاج الطبيعي في الفرقة، وعندنا مركز علاج طبيعي في النادي الأهلي الحقيقة بيغطينا تغطية كاملة، بحيث أن إحنا بنقدر يعني نجهز اللعيب ونساعده على الرجوع للعب بعد أي إصابة بيمر بيها. الحمد لله يعني من الناحية دي إحنا بنبقى دايما يعني متابعين اللعيب من ناحية، ومن ناحية تانية أول ما بيحس بإصابة نظرا لوجودنا الدائم فهو أول ما بيشتكي إحنا بنوجهه التوجيه السليم، وبفضل الله يعني دايما بنقدر نساعد اللعيب ان هو يستعيد نفسه، واحيانا بنحتاج ان اللعيب يبتعد شوية عن البطولات في الاصابات اللي هي الشديدة شوية، وده بيكون بالتفاهم مع المدير الفني، لان احنا في النهاية مصلحة اللعيب وصحته وكفاءته البدنية مهمة جدا لنجاح اللعب عندنا. دايما مش بهو التمرين الحمد لله، بنتمرن في الفريق 6 أيام في الاسبوع، بناخد اجازة يوم واحد، زائد بنشتغل على الفتنس مع كابتن احمد عبد العزيز في الجيم بقى وفي الملعب، وبيبقى فيه 2 ساعة تنس، فبيبقى تمرين مكثف قبل البطوله. تعليمات كوتش ابراهيم اغلبها بتبقى على حسب الماتش، ما فيش تعليمات عامه. لو التعليمات العامه هتبقى مثلا ان انا بركز، ان انا ما اتعصبش، الحاجات دي كلها، لكن كل ماتش وله تعليماته الخاصه بيه. لازم بتمرن كتير طبعا قبل البطوله، لان الاهلي دايما بيبقى ليها فتره اعداد كبيره، فاخدت وقتي طبعا، لازم بتمرن تنس وفتنس كتير قوي، لان الفتنس اولا بيساعد على الجري والملعب والنفس والكلام ده كله. التنس بقى انت بتحسن يعني ضرباتك، السيرف قوي، انت تعمل ايه في الوقت ده. كابتن ابراهيم دايما بيشجعنا ان احنا اول حاجه ما نخافش جوه الملعب، فدي اكتر حاجه انا بحبها فيه، يعني دايما على طول خسران كسبان بيشجعك، لازم تلعب لعبك، ما اللي هو ما تكشش حتى لو انت خسران، هو دايما بيشجعك ودايما بيحسسك دايما بروح الفرقه. انا الصراحه بحب قوي دي منه. فريق النادي الاهلي فريق كبير، انت بتحاول ان انت تثبت ان 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 كل لعيب فيه هو نادي يعني لعيب كويس بس، فبتبقى طبعا في منافسه كبيره، واحنا طبعا معظم الاوائل بتوع مصر من النادي الاهلي، فدايما كلنا بنحاول نثبت ان احنا هنحاول على كل هنحاول ان احنا نكسب بطوله، مش اي ماتش وخلاص. زي ما شفنا النهاردة حصاد الأسبوع لفرق النادي الأهلي في الألعاب الجماعية والألعاب الفردية، ما شاء الله عليهم، دايما مفرحينا ودايما مفرحين جمهور النادي الأهلي. لكن لازم نخرج تليفون مهم جدا على مباراة بكرة الأهلي والزمالك في كرة اليد. هنخرج للمدرب العام لفريق النادي الأهلي لكرة اليد كابتن محمد عادل. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن خالد، زي حضرتك؟ اولا بنبارك لك على ثالث برونزيه البحر المتوسط كمدير فني، ما شاء الله الف مبروك، كسبت ثالث البحر المتوسط. والله الحمد لله كابتن خالد، البطوله كانت فيها بطوله كويسه جدا، متخرجه كويسه جدا، ومستوياتها متميزه الحمد لله. في وقت قليل قدرنا نعمل يعني فريق كويس، ان شاء الله يبقى منتخب واحد كبيره. كابتن عادل، كابتن محمد، طمنا على فريق الاهلي بكره، مباراه مهمه، مباراه مرتقبه مع نادي الزمالك. الاهلي في المركز الثاني بفارق نقطه واحده عن نادي الزمالك، يا ريت تطمن كل جماهير النادي الاهلي على مباراه بكره. انا الحمد لله لسه مخلصين مباراه الجزيره دلوقتي، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا. الولاد في حاله طيبه، عندنا اصابه كده هيبان بكره. محمود فايز جاله سبين اكل في المباراه، ومش عارفين كان هيقدر يلعب المباراه ولا لا، هيبان بكره ان شاء الله. طبعا مباراة بكره مهمه جدا لينا كنادي اهلي، احنا خسرنا في المباريات دي كلها نقطه تعادل مع مباراه الجيش. مظبوط. ماتش بكره يهمنا جدا ان احنا نحسمه ان شاء الله، واكيد دلوقتي هيأدوا، وانا متاكد انهم هيأدوا، هيأدوا بكره مباراه طيبه باذن الله. اتمنى بس التوفيق معانا ان شاء الله ونكسب المباراه باذن الله. الحاله النفسيه للاعبين لسه في بطوله افريقيا عن قريب، يعني من 4 5 شهور كان خسرنا من نادي الزمالك، في الحاله النفسيه اخبارها ايه مع اللاعبين؟ لا مفيش اي حاجه، انت عارف مباريات الاهلي والزمالك ما بتقطعش لاي مقاييس، يعني هي كل مباراه بتبقى لوحدها كده بطوله خاصه،
الولاد حالته المعنويه ان شاء الله مرتفعه، وان شاء الله مصممين انهم يقدموا مباراه كويسه، وربنا يكرمنا ان شاء الله بالتوفيق في صالحنا. كابتن محمد عادل بنشكرك شكرا جزيلا، طمنتنا على فريق النادي الاهلي في كره اليد قبل المباراه المهمه والمرتقبه بكره مع نادي الزمالك، مباراه مهمه جدا لان النادي الاهلي كمان شهر هيلعب او شهر ونص هيلعب برضه نادي الزمالك في دوري السوبر في ابطال افريقيا. نتمنى ان شاء الله التوفيق بكره لفرقتنا، انا عارف فرقتنا رجاله كل لعيبه جاهزه المباراه بكره باذن الله، انها مباراه مهمه على ترتيب الدوري المحترفين لكره اليد. في بكده خلصنا الحصاد، بكده اطمناكم على النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي ان شاء الله في المرحله اللي جايه، في حاجات تانية جديده مستحدثه يوم الخميس باذن الله في نهايه الحلقه. بشكركم والى اللقاء.